شاحنة التخييم. بيبا وجورج متحمسان جدا اليوم، إنهما ذاهبان في عطلة. أوه، أين أبي؟ إنه يحضر مفاجأة سرية. ما هذا؟ إنها شاحنة تخييم، استعرناها من أجل عطلتنا. شاحنة التخييم بها كل شيء. هذا الزر يشغل الحوض. واو! وهذا الزر يشغل التلفاز. ماذا يفعل هذا الزر؟ لست واثقاً، ولكن لا تضغطي عليه قبل أن نعلم. هل الجميع جاهز للعطلة؟ أجل مامي بيك. إذن هيا بنا. سنذهب في عطلة بشاحنة التخييم. هذه الخريطة صعبة قليلاً. أبي، نحن لا نريد أن نتوه. لا تقلق يا بيبا، أنا خبير في قراءة الخرائط. أوه، هذا غريب. هل تهنا؟ أجل. إنه الكلب الجد مع الكلب داني. مرحبا بيبا. مرحبا يا داني، لقد تهنا. تائهون؟ هل المتعقب معطل؟ المتعقب؟ أنت تقود شاحنة تخييم 3200، المتعقب أساسي بها. أهلا بكم في سيارة المستقبل. إذن هذا هو ما يفعله الزر. أين سنذهب اليوم؟ إن حاسوب الشاحنة يتكلم. ذكي صحيح، يساعدك الحاسوب لمعرفة طريقك. لكن كيف يعلم أين نريد الذهاب؟ تقولين له. أوه، مرحباً سيدة حاسوب الشاحنة. مرحباً. نحن ذاهبون في عطلة، أيمكن تحديد الطريق؟ أكمل في الطريق مستقيماً. أشكرك على المساعدة. على الرحب، فلتستمتعوا. سنذهب في عطلة بشاحنة التخييم. خطر، خطر، الزيت ينفد. ما هو الزيت؟ الزيت يساعد المحرك ليعمل بسلاسة. وهل سينفد هذا الزيت؟ لا، هذه التحذيرات تعطيك بعض الوقت. لقد نفد الزيت. أوه، يا للهول. من حظي، لدي علبة زيت إضافية. أحسنت يا دادي بيج. ببساطة نقوم بسكب الزيت في فوهة المحرك. أوه، ما الخط؟ لا يوجد شيء هنا، لقد اختفى المحرك. إنها الحمل الأم مع الحمل سوزي. مرحبا يا سوزي. مرحبا يا بيبا. لقد فقدنا محركنا الآن. فقدتم المحرك؟ أجل، لقد اختفى كليا. أود أن أساعد، ولكني لا أعرف شيئا عن المحركات. قد تكون هذه مزحة، لكن هذا يشبه المحرك. أجل، تحديد جيد. محرك شاحنة التخييم في الخلف. انتهيت، إن هذا الزيت كافٍ. شكراً على المساعدة. على الرحب، استمتعوا بوقتكم. هل اقتربنا من الوصول؟ لأعلى التل القادم. لقد وصلتم لوجهتكم. مرحى. وقت النوم. أين سوف ننام؟ أنا ومامي بيج سننام على هذا السرير. وأنتم الاثنان بالأعلى. ولكنه لا يوجد بالأعلى. شاهدوا ذلك. سقف شاحنة التخييم يرتفع لأعلى. شاحنة التخييم تشبه منزلنا الصغير. خلال العطلة ستكون منزلنا الصغير. طابت ليلتكما يا صغيري. طابت ليلتك. العمل واللعب. إنه صباح مشرق وجميل. أجل، يا له من يوم رائع لعدم فعل شيء. دادي بيج يحب عدم فعل شيء. أبي، ألن تذهب إلى العمل اليوم؟ لا يا بيبا، إنه السبت. دادي بيج لا يعمل أيام السبت. دادي بيج، ستتأخر عن عملك. ولكنه السبت يا مامي بيج، أليس كذلك؟ لا،
إنه الخميس. دادي بيج يعمل أيام الخميس. أراكم لاحقاً. إلى اللقاء. مسكين أبي يجب أن يعمل. محظوظة أمي يمكنها اللعب طوال اليوم. أنا لا ألعب، أنا فقط أعمل على الحاسوب. جورج يريد أن يلعب لعبة سيدة دجاجة السعيدة. يمكننا لعب لعبة سيدة دجاجة السعيدة بعد انتهائي من العمل. لقد أتت الحمل الأم وسوزي ليصطحب بيبا للعب. مرحبا بيبا. أهلا سوزي. استمتع بيومكما. إلى اللقاء يا أمي. اجتهدي بالعمل. سيدة حمل، هل تعملين أم أنت تلعبين؟ لدي الكثير من العمل اليوم. سأذهب إلى التمرين. وماذا تفعلين بالتمرين؟ أجري، أقفز، وأنط الحبل. لكن أمي، هذا ليس عملاً، بل هذا لعب. بيبا وسوزي وصلتا إلى مجموعة اللعب. مرحباً جميعاً. أهلاً بيبا، أهلاً سوزي. أهو، صغار، سنلعب لعبة المتاجر. من يريد أن يكون البائع؟ أنا. بيبا وسوزي ستكونان بائعتين، أما الباقي فسيكونون مشترين. بيبا وسوزي ستديران محلهما الخيالي. ماذا علينا أن نفعل؟ سأتولى أنا المال يا سوزي، وأنت رتبي الأرفف. حسناً. الكلب داني هو أول مشتر. مرحباً أيتها البائعة. مرحباً يا داني. أريد بعض البسكويت من فضلك. سوزي، هل لدينا أي بسكويت؟ لا، ولكن لدينا هاتف لعبة. وكم سيكلف هذا؟ يا داني، سيكون ذلك بمئة جنيه. شكراً لك. التالي لو سمحت. ناي. مرحباً بك يا بائعة. أيمكنني الحصول على رغيف خبز؟ لا، لكن يمكنك الحصول على منزل لعبة. أضعه في حقيبة يا سيدي؟ أجل، من فضلك. سيكلفك ذلك قرشاً من فضلك. أوه، ليس معي ما يكفي من المال. يمكنك الدفع المرة القادمة. أوه، يا له من عمل صعب. أجل. مرحباً يا بائعة، ماذا يمكنني أن أشتري مقابل 1,000,000,000 جنيه؟ أخبريني، ماذا لدينا مقابل 1,000,000,000 جنيه يا سوزي؟ لدينا جزرة. نعم، من فضلك. الأرنبة ريبيكا تحب الجزر. إنه وقت العودة. أتى دادي بيج ليصطحب بيبا وسوزي. أكان يومك حافلاً بالفعل يا أبي؟ أجل، لقد عملت جاهداً اليوم. لقد عملنا جاهدتين اليوم أيضاً. لقد كنا بائعتين. وبعد الانتهاء من الكتابة، النهاية. ثم اطبع. انتهت مامي بيج من العمل. حسناً يا جورج، يمكننا أن نلعب لعبة سيدة دجاجة السعيدة. نستحقها. تلعبين لعبة السيدة دجاجة السعيدة. لأني وجورج قد أنهينا العمل بنجاح، أليس كذلك؟ انتهينا جميعاً من العمل، لذا هيا نلعب. قوس قزح. بيبا وعائلتها ذاهبون لنزهة في الجبل. هل أوشكنا على الوصول يا أمي؟ ليس بعد يا بيبا. هيا نلعب لعبة يحدد كل منا لون سيارته المفضل. أجل. لوني المفضل هو الأخضر. ولوني البرتقالي. ولوني هو الأحمر. جورج، وما هو لونك المفضل؟ أزرق. لون جورج المفضل هو الأزرق. لنرى أي لون سيارة سيمر أولاً. حسناً. ها هي القطة كاندي في سيارتها الخضراء. الأخضر، إنه لوني المفضل. لقد فزت. مرحباً يا كاندي. ميو. مرحباً بيبا. ها هو الكلب داني في شاحنة إصلاح الكلب الجد. برتقالي، أفوز. مرحباً يا داني. أهلاً بيبا،
ها هي سيارة أخرى. إنها سوزي. مرحباً. مرحباً يا بيبا. أصدق. أجل يا جورج، إنها سيارة زرقاء. أنت فزت. هذه لعبة سخيفة. لا توجد سيارة حمراء في أي مكان. هناك سيارة حمراء يا بيبا. أين؟ ما هو لون سيارتنا؟ إنها حمراء. أنا فزت، أنا فزت. لقد وصلت العائلة إلى الجبل. سوف نحظى بمنظر رائع على القمة. لقد وصلنا. مرحبا. انظروا إلى المنظر المشمس الرائع. يا للهول، بدأت السماء تمطر. أين هو المنظر الجميل؟ ها هو المنظر الجميل. إنها آنسة أرنبة وعربة المثلجات. مرحباً آنسة أرنبة. مرحباً دادي بيك. أربعة مثلجات رجاءً. ما المذاق الذي تحبه؟ نعناع، برتقال، فراولة، وتوت من فضلك. حسناً. انظروا ماذا لدي. مثلجات. أوه. إنها ألواننا المفضلة. صحيح. الأخضر لي، البرتقالي لي، الفراولة الحمراء لي، ولون جورج أزرق. يام يام يام. انظروا، لقد سطعت الشمس. وانظروا أيضاً ماذا حدث. قوس قزح. بابا وجورج يحبان قوس قزح. يظهر قوس قزح بوجود الشمس والمطر في نفس الوقت. إنه بألواننا المفضلة كلها. أجل، أحمر وبرتقالي وأخضر وأزرق. وتعلمان ماذا ستجدان بنهاية قوس قزح؟ كلا. تجدان كنزاً. أيمكننا الذهاب وإيجاد الكنز الآن؟ حسناً، تبدو نهاية قوس قزح كأنه على التل التالي. هيا لنذهب. يوم مشمس ممطر، قوس قزح هنا لنلعب. قوس قزح، أحمر برتقالي أصفر أخضر أرجواني وأزرق. قوس قزح، يوم مشمس وممطر. نحن. أين ذهب قوس قزحنا؟ تحرك للتل التالي. قوس قزح مشاغب. هيا لنمسك به. قوس قزح، يوم مشمس وممطر. لقد توقف المطر واختفى قوس قزح. لا تقلق يا جورج، ربما ترك لنا قوس قزح الكنز وراءه. يوجد شيء هناك. أوجدت كنز قوس قزح؟ أجل، لقد فعلت. بركة طين كبيرة. أفضل كنز قوس قزح على الإطلاق. الأرنب ريتشارد يأتي للعب. بابا وجورج يلعبان في غرفتهما. هذا أفضل منزل على الإطلاق. جورج، الأرنب ريتشارد هنا. جورج، ريتشارد، ديناصور، ديناصور. إلى اللقاء ريتشارد، سوف آتي لاصطحاب بك لاحقا. جورج وريتشارد صديقان. جورج، ريتشارد، لقد أسقطتما منزلي. أرجوكما العبا بشكل هادئ. لقد حول جورج سلة اللعب إلى بركان. يستخدم ريتشارد الأشجار اللعبة ليكون غابة. استخدم جورج مكعبات البناء لصنع نهر. ديناصور. لقد حول جورج وريتشارد الغرفة إلى أرض الديناصورات. أنا سأرحل، هذا مزعج جدا. أنا أقول بطاطس. وأنا أقول بطاطا. بطاطس. بطاطا. من الجيد في الأيام الممطرة أننا نشاهد البرامج الهامة في التلفاز. بطاطس. بطاطا. بطاطس. بطاطا. أمي،
جورج وريتشارد حولا الغرفة إلى أرض الديناصورات، وأرض الديناصورات مزعجة جدا. جورج لديه صديقه المفضل، أما أنا فلا يوجد من ألعب معه. يمكنك أن تطلبي من سوزي أن تأتي إلى هنا. الحمل سوزي صديقة بيبا المفضلة. أيمكن لسوزي أن تأتي الآن حقا؟ لنتصل بها. مرحبا، الحمل سوزي تتحدث. سوزي، هذه أنا، أيمكنك أن تأتي لمنزلي؟ أجل يا بيبا، أيمكنني ارتداء زي الممرضة؟ أجل، لكن أسرعي جدا. إلى اللقاء يا سوزي، سأعود لي. أسرعي يا سوزي. أصطحبكِ لاحقا. جورج، ريتشارد، الممرضة سوزي هنا. والممرضة سوزي تقول هذه ليست أرض الديناصورات، إن هذا مشفى، والمشفى يجب أن يكون نظيفاً ومنظماً. لن تكون الغرفة أرض الديناصورات بعد الآن، هذا مشفى. وسأكون أنا الطبيبة المهمة. وهذا الديناصور مريض. أوافقك يا طبيبة، إنه أخضر مريض جداً، يجب أن يذهب للنوم. وهذا الديناصور لونه بنفسجي مريض حقاً. أجل يا طبيبة، يجب أن يذهب للنوم أيضاً. ديناصور! اصمت! التزم الهدوء في المشفى. تشو تشو! الغرفة ليست مشفاً بعد الآن، أصبحت محطة قطار. لا لا، لا يوجد أي قطارات في أرض الخيال. أوه، والآن الغرفة أرض الخيال. الأشياء الجميلة فقط في أرض الخيال. لماذا كل هذا البكاء؟ جورج وريتشارد يريدان لعب الديناصورات والقطارات، ونحن نريد أن نلعب المشفى والجنيات. أرى أن المطر قد توقف بالخارج. إذن يمكنكم اللعب بالخارج. ولكنهم يحبون لعب الأولاد الصغار، ونحن نحب لعب البنات الكبار. ولكن بعد أن تمطر، ماذا تجدون عادة في الحديقة؟ برك طين. وتوجد برك الطين من أجل القفز لأعلى وأسفل. الجميع يحب القفز لأعلى وأسفل في برك الطين، سواء كانوا بنات كباراً أو أولاد صغاراً. سباق المرح. لقد كان الطقس عاصفاً جداً، وسقف المدرسة يسرب. كيف يمكننا جمع المال لإصلاح سقف المدرسة؟ ماذا عن سباق للمرح؟ ما معنى سباق المرح؟ إنه يوم للتنزه ودفع المال لمشاهدة الناس تجري، وكلما دفعت أكثر كلما جروا أكثر. إنها فكرة رائعة، إلى أي مدى يمكنك الجري؟ ماذا؟ يمكنني الجري مثل ما تحبين. ولكن يا أبي، بالكاد يمكنك الجري. هراء، أنا خبير في الجري. جيد، أيجري أحد آخر؟ لا شكراً، ولكن سأدفع لمشاهدة دادي بيك. وأنا أيضاً. وأنا أيضاً. ممتاز، شكراً دادي بيج. تتناول بيبا وأسرتها السباجيتي. لذيذ، أيوجد المزيد؟ دادي بيج، لقد تناولت 3 أطباق. الأكل يعطيني طاقة، وأنا أحتاج الطاقة للجري. يجب أيضاً أن تتدرب على الجري. ماذا لو تدربت على الأكل اليوم؟ وعلى الجري في اليوم التالي. لا يا أبي، يجب عليك أن تتدرب الآن. هيا يا أبي، سأسابقك. هذا سهل. الجري لأسفل التل سهل، الجري لأعلى التل صعب. أعتقد أنه لم يكن علي أن أكثر من الاسباجيتي. إنه يوم سباق المرح. لدى سيدة غازيل لوحة لتبين إلى أين يجب أن يجري دادي بيج. إذا جرى دادي بيج إلى هنا، محل البقالة،
ثم إلى هنا مرآب جدي، ثم هذا الطريق إلى هنا قصر ويندي. سيكون لدينا المال الكافي لإصلاح سقف المدرسة. سأفعل ذلك الآن. استعد، هيا انطلق. فعلتها، فلنبدأ النزهة. مضحك يا أبي، كانت هذه مجرد رسمة. أجل، يجب أن تجري حتى قصر ويندي. استعد، هيا انطلق. مرحبا. هيا دادي بيك، يمكنك فعلها. هيا يا حافلة، يمكنك فعلها. لقد وصلت حافلة المدرسة إلى قصر ويندي، والآن ليستمتع الجميع بالنزهة. ماء، ماء. يا له من يوم مشمس وجميل، ويا لها من طريقة مريحة لجمع المال. ماء، ماء. لقد وصل دادي بيك إلى محل البقالة. كل هذا الجري جعله عطشا. هيا لننظر عبر المنظار. أستطيع أن أرى أبي. المنظار يجعل كل شيء يبدو أقرب. أوه، إنه لا يجري سريعاً. وصل دادي بيك إلى مرآب الكلب الجد. كفى، لا أستطيع. لقد توقف أبي. تبدو ساخنة، تحتاج لشيء يبردك ويعطيك طاقة. مصاصة ثلج. أشكرك كثيراً، هذا لطيف. دبور، إش إش، ابتعد أيها الحشرة الصغيرة. يريد الدبور مشاركة مصاصة الثلج. لا، هذه خاصتي. بدأ الوالد يجري ثانية بسرعة كبيرة. مرحبا. ابتعد، ابتعد. توقف الآن يا دادي بيك، لدينا المال الكافي لإصلاح سقف المدرسة. أبعد دادي بيك الدبور. أحسنت يا دادي بيك، هذا الجري الزائد يعني المال الكافي لحافلة جديدة. شكرا دادي بيك. على الرحب والسعة. عطلة التخييم. عائلة بيبا في عطلة في شاحنة التخييم. صباح الخير يا صغاري. صباح الخير يا دادي بيك. أنا أحب التخييم. بما أننا في الريف، يمكننا أن نقضي اليوم في تأمل الطبيعة. فكرة جيدة يا مامي بيك، فلنشاهد برنامجاً عن الطبيعة. أحد عجائب الطبيعة، العصافير. يا للجمال. يا عصفور، لا يمكننا أن نسمع التلفاز. أو دادي بيج، وما الفائدة من عطلة التخييم إذا كنا سنشاهد التلفاز؟ نفعل ذلك بالمنزل. تفكير سليم. يوجد الكثير من الأماكن لنزورها. يوجد عالم الشجر. ما هو عالم الشجر؟ عالم الشجر هي غابة كبيرة مليئة بالشجر. إن هذا يبدو مملاً. وتوجد مدينة البطاطس. ما هي مدينة البطاطس؟ إنها جولة في حقول البطاطس تنتهي بتذوق بعض البطاطس. يبدو شيقاً. وهناك أرض البط. وما هي أرض البط؟ إنه نهر عريض مليء بالبط. أرض البط، فلنذهب إلى أرض البط. بيبا وجورج يحبان البط. كيف نذهب إلى أرض البط؟ شاحنة التخييم ترشدنا. مرحباً، أين سنذهب اليوم؟ أرض البط من فضلك. اتبعوا الطريق إلى الأمام في خط مستقيم. ذاهبون لأرض البط بشاحنة التخييم. أهلاً في أرض البط. كم تذكرة من فضلك؟ أود أربعة من فضلك. استمتعوا بالبط. أين هو البط؟ ربما تكون في عطلة. لنتناول غداءنا في الخلاء. البط دائماً يظهر. وقت تناول الغداء. بيبا وجورج يحبان النزهة. البط،
أبي، نحتاج بعض الخبز للبط. حسناً. أهلاً سيدة بطة. أتى الكثير من البط. كل إخوانها وأخواتها قد أتت. وقد أتى الكثير من البط. إنهما جدة وجد البط. وها هم جميع العمات والأعمام. وكان هذا آخر غدائنا. قولوا شكراً لدادي بيج أيها البط. على الرحب والسعة. أنا أحب أرض البط. وقت العودة إلى المنزل. أتساءل أي طريق أقصر إلى البيت؟ قد مستقيماً للأمام في النهر. أوه، هل هذا صحيح؟ أجل، قد إلى النهر. لا يمكننا القيادة في النهر. أجل، ما تقولوه هراء. من فضلك، اضغط الزر الأزرق. شاحنة التخييم تسير باتجاه النهر. لقد تحولت شاحنة التخييم إلى مركب. لم أكن أتوقع ذلك. أهلاً بكم في سيارة المستقبل. انظروا، إنه الكلب الجد والكلب داني أيضاً. مرحباً يا دادي بيج. مرحباً بك. نبحر في النهر بشاحنة التخييم. قد لأعلى التل التالي. لقد وصلت إلى وجهتك. نحن بالمنزل. شكراً على هذه العطلة يا سيدة شاحنة. هو على الرحب. من الرائع لنا أخذ عطلة، ولكن الأروع العودة إلى منزلنا الصغير. ليلة سعيدة يا صغيري. ليلة سعيدة. السماد. دادي بيج يعد حساء الخضروات للغداء. أبي، أساعدك؟ شكراً يا بيبا، أيمكنك تقشير الخضروات؟ حسناً. بيبا توقفي، قشور الخضروات لا تلقى في القمامة العادية، بل توضع في السلة البنية. أوز. صحيح يا جورج، هذه قشرة موز، وهناك بصل وجزر وجميع بقايا الفواكه والخضروات هنا. جدكما سيحبان ذلك. هل يأكل الجد والجدة قشر البطاطس يا أبي؟ لا يا بيبا، إنه لحديقة جدكما لكي ينمو نباته. سنأخذ جولة هناك بعد الغداء. جيد جدا. مامي بيج، بيبا وجورج يأخذون القشور لمنزل جراني بيج وجرانبا بيج. نحن هنا. مرحبا. جرانبا بيج. بابا إيج، لدينا هدية مميزة لك. قشور الخضروات، هذا مذهل، سوف تحب حديقتي ذلك. أتأكل حديقتك الخضروات؟ لا يا بيبا، هذه القشور من أجل كومة سمادي. ما هذا؟ هيا نرى، ها هو ذا. إنه صندوق خشبي. أجل يا بيبا، ولكنه صندوق خشبي ذكي جدا. أقوم بوضع هذه القشور في الأعلى، ومن الأسفل يأتي سماد جميل غني خصب جدا. كيف تفعل ذلك؟ أهو صندوق سحري؟ لا يا بيبا، لدي بعض الأصدقاء الصغار الذين يساعدونني. أين؟ هيا انظري، هنا. أجل، ديدان ملتوية. ملتوية. تحول الديدان جميع الخضروات والفاكهة إلى سماد. جرانبا بيج، أيمكن أن نجد المزيد من الديدان لكومة سمادك؟ يا لها من فكرة رائعة. هيا يا جورج، لنجد المزيد من الديدان. دودة ملتوية. ملتوية ملتوية. أنت دودة ملتوية، أنت دودة ملتوية. كيف حالك؟ أنا أحبك دودة ملتوية.
أحسنت صنعاً. كوني دودة ملتوية مطيعة وحوليه كله إلى سماد. هيا. وبعد ذلك يمكن استخدام السماد في... أعرف. تضع بذرة في التربة ثم تغطيها بالسماد ثم تنمو إلى شجرة. أجل يا بيبا. وبالحديث عن الأشجار، يستحسن أن نساعد جراني بيج، إنها تجمع الفاكهة في البستان. وما هو البستان؟ حيث توجد أشجار الفاكهة. نمتلك هذا البستان منذ صغري. مرحبا جراني بيج. جانجي إيج. هل ستساعدني في جمع التفاح؟ أجل يا جدتي. التفاح عال جدا يا أمي. لا تقلقي يا بيبا، لدى الجد والجدة حيلة صغيرة لجمعه. فليمسك الجميع بالشجرة. عند العدد ثلاثة، هزوا الشجرة قدر ما تستطيعون. واحد، اثنان، ثلاثة. إنها تمطر تفاحاً. جدتي، أيمكنني أخذ تفاحة رجاءً؟ بالطبع يا بيبا. طعمه لذيذ. أيمكن أن تخمنوا ماذا نفعل ببذور التفاح؟ ملتوية. هذا صحيح، بذر التفاح يذهب للدود من أجل السماد. ذكي يا جورج. ودود ملتوي ذكي أيضا. سعال بيدرو. إنه يوم مدرسي، لدى بيبا وأصدقائها درس موسيقى. بولي ترتدي عقد الفولي. آسف يا سيدة غزال. يا للهول، بيدرو لديه سعال. لا تقلق، سأتصل بدكتور براون الدب. دكتور براون الدب يتحدث. مرحبا، أنا السيدة غزال. يوجد طفل مريض. لا تقلقي، سوف آتي على الفور. ماذا يمكن أن تكون المشكلة؟ أنا لدي سعال. أرى ذلك. أهو سعال من الصدر أم يدغدغك؟ أنا لا أعلم، ولكنه يكون هكذا. ومتى بدأ السعال؟ عندما بدأت السيدة غزال في الغناء. لا شيء خطير، لكن سعال بيدرو قد يكون معدياً. وماذا تعني بمعدي؟ عندما يصاب شخص بالسعال، أحياناً يصاب آخرون بالسعال أيضاً. هل أحتاج لدواء؟ ملعقة دواء فقط. أخشى أن يكون طعمه ليس جيداً. طعمه مثل حذاء قديم مليء بالمربى. شكراً دكتور براون الدب. إلى اللقاء. وداعاً. كما ظننت، سعال بيدرو معد حقاً. الكلب داني والحمل سوزي التقط العدوى. افتح فمك. إن طعمه مثل سجاد بطعم الزبادي. إن طعمه مثل الزهور. أحسنت بأخذك الدواء جيداً. ألا تمرض أبداً يا دكتور براون الدب؟ لا يا بيبا، أنا لا أمرض، آكل تفاحة كل يوم. إلى اللقاء. وداعاً. إنه وقت العودة، أتى أهل الأطفال ليصطحبوهم. أمي، أبي، لدي سعال. دكتور براون الدب أتى واهتم بنا. لقد أعطانا دواءً مريعاً. سيدة غزال، هل غنيت أغنيتك؟ بالطبع يا بيبا. بولي ترتدي عقد الفولي وكانت. يا للهول، التقط كل الكبار السعال من بيدرو. دكتور براون الدب يتحدث. أنا بيبا بيج، كل الكبار مرضى الآن. لا تقلقي يا بيبا، أنا في الطريق. مرحبا جميعا، التقطتم عدوى بيدرو صحيح؟
حسناً، قفوا في صف وافتحوا أفواهكم. إن طعمه مثل الجوارب القديمة. أشكرك جداً لاعتنائك بنا يا دكتور براون الدب. من الذي يقوم برعايتك عند مرضك؟ لا أحد يرعاني، أنا لا أمرض. يا للهول، دكتور براون الدب أصيب بالسعال. لا تقلقوا. وداعاً. وداعاً. مسكين دكتور براون الدب، إنه مريض ولا يوجد أحد يعتني به. من يمكن أن يكون؟ مرحباً، لقد جئنا لنهتم بك. إليك فاكهة. وبعض الوسائد. وها هو دواءك. طعمه يشبه جوارب وخردل بمربى زبادي السجاد. وها هي أغنية لتشعرك بالتحسن. المكتبة. إنه وقت النوم. طابت ليلتكما يا بيبا وجورج. أريد قصة من فضلك. حسناً، سأقرأ لك كتاب القرد الأحمر. ولكننا دوماً نقرأها يا أمي. القرد الأحمر يستحم، ينظف أسنانه ويذهب للنوم. نعم، هذا ما يحدث فعلاً. أيمكن أن نختار قصة أخرى؟ النمر الأزرق والعنكبوت الأخضر والبطريق البرتقالي. وما هذه؟ عالم الإسمنت الرائع. كنت أبحث عن ذلك. هل هذا كتابك يا أبي؟ إنه كتاب استعرته من المكتبة. وما هي المكتبة يا ترى؟ إنه مكان تستعر منه الكتب، عندما تنهي قراءتها تعيدها ثانية. ولكن دادي بيج نسي أن يعيد هذا الكتاب. إنه لدي منذ وقت طويل. لا يهم، يمكنك إعادته غداً. والآن وقت النوم. بعد أن يقرأ والدي هذه القصة. إنها ليست قصة يا بيبا. أرجوك اقرأها يا أبي. حسناً. عالم الإسمنت الرائع. إن الإسمنت مادة للبناء يتكون من رمال، ماء وخليط كيميائي. الجزء الأول، الرمل. بيبا وجورج ومامي بيج استغرقوا في النوم. إنه الصباح، وصلت بيبا وعائلتها للمكتبة. واو، ما كل هذه الكتب؟ شش بيبا، التزم الصمت وأنت في المكتبة. لماذا؟ لأن الناس يأتون إلى هنا للقراءة والهدوء أيضاً. التالي من فضلك. آنسة أرنبة هي أمينة المكتبة. مرحباً مامي بيج، أتعيدين هذه الكتب؟ أجل آنسة أرنبة، لنبدأ. لماذا يصفر الحاسوب؟ يصفر ليتأكد أنكم لم تستعيروه منذ وقت طويل. ربما استعرته لوقت طويل فعلاً. لا تقلق دادي بيج، ليس بهذا السوء. يا للهول، لديك الكتاب منذ 10 سنوات. ما هذا يا أبي؟ عذراً آنسة أرنبة. لا بأس، الآن يمكنك استعارة آخر. آنسة أرنبة، هل يمكن أن نستعير أنا وجورج كتاباً؟ بالطبع، قسم الأطفال يوجد هنا. انظر، جنيات، زهور وفساتين جميلة. مرحباً بيبا. مرحباً بك يا داني. سأستعير كتاباً عن كرة القدم. مرحباً بيبا. مرحباً يا سوزي، لدي كتاب عن الممرضات. اختار جورج كتاباً عن الديناصورات. انظروا ماذا وجدت، معلومات أخرى في عالم الإسمنت. كتاب القرد الأحمر. ليس كتاب القرد الأحمر، إنه ممل جداً. ولكن هذه قصة أخرى، تبدو أكثر مرحاً. بل ليست كذلك. يحكى أن كان هناك قرد أحمر. قد تحمم ونظف أسنانه وذهب للنوم. لا، صعد على متن صاروخ فضاء وذهب للقمر.
تنزه مع الديناصور وسبح في البحر وتسلق أعلى جبل. كان يوماً حافلاً. النهاية. واو، مرة ثانية. نستعيرها ونقرأها بالمنزل يا بيبا. لكن أنا كنت سوف أختار هذا الكتاب أو ذاك الآخر. تستطيعين أخذ 3 كتب للمنزل بيبا. إيه؟ ولكن يجب يا بيبا أن تعيديها في وقتها. حسناً آنسة أرنبة. ويجب أن تتذكر أن تعيد كتابك أيضاً دادي بيك. أنا سوف أحرص على أن أذكره. أجل يا بيبا، أثق أنك ستفعلين. الغسل. يقوم دادي بيك بالغسل هذا الصباح. يا أبي، ما هذا القميص؟ إنه قميص كرة القدم. سيلعب الوالد كرة القدم هذا المساء. أولاً سأذهب للعمل. أراكم لاحقاً. وداعاً. إلى اللقاء. مسكين يا أبي، يجب أن يذهب للعمل. إنه مسكين. هيا لنلعب. أجل، هيا نلعب. تحب بيبا القفز لأعلى وأسفل في بئر الطين. يحب جورج القفز لأعلى وأسفل في بئر الطين. تحب مامي بيج القفز لأعلى وأسفل في بئر الطين. يا للهول. أمي، لقد رششنا بعض الطين على قميص كرة القدم. لا تقلق، سنغسله. غسله لن يأخذ وقتاً ولن يعرف أبداً بشأن الطين. لنجد أشياء أخرى نضعها بالغسالة. إن ثوبي به بعض الطين. مامي بيج وجورج وجدا أشياء أخرى ليغسلاها. أحسنت يا جورج. نضع الملابس هنا ثم نشغلها. تمتلئ الغسالة بالصابون والماء الساخن. اغسل 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 اغسل. تجعل الغسالة الغرفة كلها تهتز. بابا، أين ثوبك؟ أنا أقوم بغسله. ماذا؟ لا. انظري يا أمي، ثوبي الأحمر أصبح نظيفاً الآن. أجل يا بيبا، ولكن انظري ماذا فعل. يا للهول، لقد حول ثوب بيبا الأحمر كل الملابس إلى وردي. الوردي ليس أفضل لون لقميص كرة القدم. لقد عاد دادي بيج من العمل. مرحباً جميعاً. مرحباً يا أبي. دادي بيج، لدينا مشكلة صغيرة و... أخبريني لاحقاً، يجب أن أستعد لكرة القدم. أين قميص كرة القدم؟ هنا. لا تكوني سخيفة يا بيبا، هذا أحد أثواب أمك، إنه وردي. لا يا دادي بيج، إنه قميص كرة القدم. لقد اتسخ بالطين قليلاً. لذا غسلناه. ثم اتسخ كل شيء بعدها. آسفة يا أبي. أنا لا أستطيع ارتداء قميص وردي. ولم لا يا أبي؟ إن الوردي لون جميل. ماذا تظن يا جورج؟ جورج لا يحب الوردي. ها قد أتى أصدقاء دادي بيج، سيد ثور، سيد أرنب، سيد مهر، وسيد حمار وحشي. هل دادي بيج قادم للعب؟ فقط يحتاج لحظة. فريقي لونه أبيض، أحتاج لقميص أبيض. لكن يا أبي، لديك قميص أبيض، فقط قم بخلع سترتك. أرأيت؟ هذا رائع، شكراً لك يا بيبا. مرحباً جميعاً. مرحباً دادي بيج، يعجبني قميصك. جميل جداً. شكراً، هيا لنلعب كرة القدم. أجل. أبي، لقد قمت بتلطيخ قميصك بالطين. بالطين.
بالطبع يا بيبا، قمصان كرة القدم تتلطخ بالطين دوماً. دادي بيج يحب لعب كرة القدم، الجميع يحب لعب كرة القدم خاصة وهي بالطين. شاحنة التخييم. بيبا وجورج متحمسان جداً اليوم، إنهما ذاهبان في عطلة. أوه، أين أبي؟ إنه يحضر مفاجأة سرية. ما هذا؟ إنها شاحنة تخييم، استعرناها من أجل عطلتنا. شاحنة التخييم بها كل شيء، هذا الزر يشغل الحوض. واو! وهذا الزر يشغل التلفاز. ماذا يفعل هذا الزر؟ لست واثقاً، ولكن لا تضغطي عليه قبل أن نعلم. هل الجميع جاهز للعطلة؟ أجل مامي بيك! إذن هيا بنا! سنذهب في عطلة بشاحنة التخييم. هذه الخريطة صعبة قليلاً. أبي، نحن لا نريد أن نتوه. لا تقلقي يا بيبا، أنا خبير في قراءة الخرائط. أوه، هذا غريب. هل تهنا؟ أجل. إنه الكلب الجد مع الكلب داني. مرحبا بيبا. مرحبا يا داني، لقد تهنا. تائهون؟ هل المتعقب معطل؟ المتعقب؟ أنت تقود شاحنة تخييم 3200، المتعقب أساسي بها. أهلاً بكم في سيارة المستقبل. إذن هذا هو ما يفعله الزر. أين سنذهب اليوم؟ إن حاسوب الشاحنة يتكلم. ذكي صحيح، يساعدك الحاسوب لمعرفة طريقك. لكن كيف يعلم أين نريد الذهاب؟ تقولين له. أوه، مرحباً سيدة حاسوب الشاحنة. مرحباً. نحن ذاهبون في عطلة، أيمكن تحديد الطريق؟ أكمل في الطريق مستقيماً. أشكرك على المساعدة. على الرحب، فلتستمتعوا. سنذهب في عطلة بشاحنة التخييم. خطر، خطر، الزيت ينفد. ما هو الزيت؟ الزيت يساعد المحرك ليعمل بسلاسة. وهل سينفد هذا الزيت؟ لا، هذه التحذيرات تعطيك بعض الوقت. لقد نفد الزيت. أوه، يا للهول! من حظي، لدي علبة زيت إضافية. أحسنت يا دادي بيج. ببساطة نقوم بسكب الزيت في فوهة المحرك. ما الخط؟ لا يوجد شيء هنا، لقد اختفى المحرك. إنها الحمل الأم مع الحمل سوزي. مرحبا يا سوزي. مرحبا يا بيبا. لقد فقدنا محركنا الآن. فقدتم المحرك؟ أجل، لقد اختفى كليا. أود أن أساعد، ولكني لا أعرف شيئا عن المحركات. قد تكون هذه مزحة، لكن هذا يشبه المحرك. أجل، تحديد جيد. محرك شاحنة التخييم في الخلف. انتهيت، إن هذا الزيت كافٍ. شكراً على المساعدة. على الرحب، استمتعوا بوقتكم. هل اقتربنا من الوصول؟ لأعلى التل القادم. لقد وصلتم لوجهتكم. مرحبا. وقت النوم. أين سوف ننام؟ أنا ومامي بيج سننام على هذا السرير. وأنتم الاثنان بالأعلى. ولكنه لا يوجد بالأعلى. شاهدوا ذلك. سقف شاحنة التخييم يرتفع لأعلى. شاحنة التخييم تشبه منزلنا الصغير. خلال العطلة ستكون منزلنا الصغير. طابت ليلتكما يا صغيري. طابت ليلتك. العمل واللعب. إنه صباح مشرق وجميل. أجل،
يا له من يوم رائع لعدم فعل شيء. دادي بيج يحب عدم فعل شيء. أبي، ألن تذهب إلى العمل اليوم؟ لا يا بيبا، إنه السبت. دادي بيج لا يعمل أيام السبت. دادي بيج، ستتأخر عن عملك. ولكنه السبت يا مامي بيج، أليس كذلك؟ لا، إنه الخميس. دادي بيج يعمل أيام الخميس. أراكم لاحقاً. إلى اللقاء. مسكين أبي، يجب أن يعمل. محظوظة أمي، يمكنها اللعب طوال اليوم. أنا لا ألعب، أنا فقط أعمل على الحاسوب. جورج يريد أن يلعب لعبة سيدة دجاجة السعيدة. يمكننا لعب لعبة سيدة دجاجة السعيدة بعد انتهائي من العمل. لقد أتت الحمل الأم وسوزي ليصطحب بيبا للعب. مرحبا بيبا. أهلا سوزي. استمتع بيومكما. إلى اللقاء يا أمي، اجتهدي بالعمل. سيدة حمل، هل تعملين أم أنت تلعبين؟ لدي الكثير من العمل اليوم. سأذهب إلى التمرين. وماذا تفعلين بالتمرين؟ أجري، أقفز، وأنط الحبل. لكن أمي، هذا ليس عملاً، بل هذا لعب. بيبا وسوزي وصلتا إلى مجموعة اللعب. مرحباً جميعاً. أهلاً بيبا، أهلاً سوزي. أهو، صغار، سنلعب لعبة المتاجر. من يريد أن يكون البائع؟ أنا. بيبا وسوزي ستكونان بائعتين، أما الباقي فسيكونون مشترين. بيبا وسوزي ستديران محلهما الخيالي. ماذا علينا أن نفعل؟ سأتولى أنا المال يا سوزي، وأنت رتبي الأرفف. حسناً. الكلب داني هو أول مشتر. مرحباً أيتها البائعة. مرحباً يا داني. أريد بعض البسكويت من فضلك. سوزي، هل لدينا أي بسكويت؟ لا، ولكن لدينا هاتف لعبة. وكم سيكلف هذا؟ يا داني، سيكون ذلك بمئة جنيه. شكراً لك. التالي لو سمحت. ناي. مرحباً بك يا بائعة، أيمكنني الحصول على رغيف خبز؟ لا، لكن يمكنك الحصول على منزل لعبة. أضعه في حقيبة يا سيدي؟ أجل من فضلك. سيكلفك ذلك قرشاً من فضلك. أوه، ليس معي ما يكفي من المال. يمكنك الدفع المرة القادمة. أوه، يا له من عمل صعب. أجل. مرحباً يا بائعة، ماذا يمكنني أن أشتري مقابل 1,000,000,000 جنيه؟ أخبريني، ماذا لدينا مقابل 1,000,000,000 جنيه يا سوزي؟ لدينا جزرة. نعم، من فضلك. الأرنبة ريبيكا تحب الجزر. إنه وقت العودة. أتى دادي بيج ليصطحب بيبا وسوزي. أكان يومك حافلاً بالفعل يا أبي؟ أجل، لقد عملت جاهداً اليوم. لقد عملنا جاهدتين اليوم أيضاً. لقد كنا بائعتين. وبعد الانتهاء من الكتابة، النهاية. ثم اطبع. انتهت مامي بيج من العمل. حسناً يا جورج، يمكننا أن نلعب لعبة سيدة دجاجة السعيدة، نستحقها. أوه يا أمي، تلعبين لعبة السيدة دجاجة السعيدة. لأني وجورج قد أنهينا العمل بنجاح، أليس كذلك؟ انتهينا جميعاً من العمل، لذا هيا نلعب. قوس قزح. بيبا وعائلتها ذاهبون لنزهة في الجبل. هل أوشكنا على الوصول يا أمي؟ ليس بعد يا بيبا. هيا نلعب لعبة، يحدد كل منا لون سيارته المفضل. أجل. لوني المفضل هو الأخضر. ولوني البرتقالي. ولوني هو الأحمر. جورج، وما هو لونك المفضل؟ أزرق. لون جورج المفضل هو الأزرق. لنرى أي لون سيارة سيمر أولاً. حسناً.
ها هي القطة كاندي في سيارتها الخضراء. الأخضر، إنه لون مفضل. لقد فزت. مرحبا يا كاندي. ميو. مرحبا بيبا. ها هو الكلب داني في شاحنة إصلاح الكلب الجد. برتقالي، أفوز. مرحبا يا داني. أهلا بيبا. ها هي سيارة أخرى. إنها سوزي. مرحبا. مرحبا يا بيبا. أزق. أجل يا جورج، إنها سيارة زرقاء. أنت فزت. هذه لعبة سخيفة. لا توجد سيارة حمراء في أي مكان. هناك سيارة حمراء يا بيبا. أين؟ ما هو لون سيارتنا؟ إنها حمراء. أنا فزت. أنا فزت. لقد وصلت العائلة إلى الجبل. سوف نحظى بمنظر رائع على القمة. لقد وصلنا. مرحبا. انظروا إلى المنظر المشمس الرائع. يا للهول، بدأت السماء تمطر. أين هو المنظر الجميل؟ ها هو المنظر الجميل. إنها آنسة أرنبة وعربة المثلجات. مرحبا آنسة أرنبة. مرحبا دادي بيك. أربعة مثلجات رجاء. ما المذاق الذي تحبه؟ نعناع، برتقال، فراولة، وتوت من فضلك. حسنا. انظروا ماذا لدي. مثلجات. أوه. إنها ألواننا المفضلة. صحيح. الأخضر لي. البرتقالي لي. الفراولة الحمراء لي. ولون جورج أزرق. يام يام يام. انظروا، لقد سطعت الشمس. وانظروا أيضاً ماذا حدث. قوس قزح. بابا وجورج يحبان قوس قزح. يظهر قوس قزح بوجود الشمس والمطر في نفس الوقت. أوه. إنه بألواننا المفضلة كلها. أجل، أحمر وبرتقالي وأخضر وأزرق. وتعلمان ماذا ستجدان بنهاية قوس قزح؟ كلا، تجدان كنزاً. أوه، أيمكننا الذهاب وإيجاد الكنز الآن؟ حسناً، تبدو نهاية قوس قزح كأنه على التل التالي. هيا لنذهب. يوم مشمس ممطر، قوس قزح هنا لنلعب. قوس قزح، أحمر برتقالي أصفر أخضر أرجواني وأزرق. قوس قزح، يوم مشمس وممطر. نحن. أوه، أين ذهب قوس قزحنا؟ تحرك للتل التالي. قوس قزح مشاغب. هيا لنمسك به. قوس قزح، يوم مشمس وممطر. لقد توقف المطر واختفى قوس قزح. لا تقلق يا جورج، ربما ترك لنا قوس قزح الكنز وراءه. يوجد شيء هناك. أوجدت كنز قوس قزح؟ أجل، لقد فعلت. بركة طين كبيرة. أفضل كنز قوس قزح على الإطلاق. الأرنب ريتشارد يأتي للعب. بابا وجورج يلعبان في غرفتهما. هذا أفضل منزل على الإطلاق. جورج، الأرنب ريتشارد هنا. جورج. ريتشارد. ديناصور. إلى اللقاء ريتشارد، سوف آتي لاصطحاب بك لاحقا. جورج وريتشارد صديقان. جورج، ريتشارد، لقد أسقطتما منزلي. أرجوكما العبا بشكل هادئ. لقد حول جورج سلة اللعب إلى بركان. يستخدم ريتشارد الأشجار اللعبة ليكون غابة. استخدم جورج مكعبات البناء لصنع نهر. ديناصور. لقد
لقد حولت جورج وريتشارد الغرفة إلى أرض الديناصورات. أنا سأرحل، هذا مزعج جداً. أنا أقول بطاطس. وأنا أقول بطاطا. بطاطس. بطاطا. من الجيد في الأيام الممطرة أننا نشاهد البرامج الهامة في التلفاز. بطاطس. بطاطا. بطاطس. بطاطا. أمي، جورج وريتشارد حول الغرفة إلى أرض الديناصورات، وأرض الديناصورات مزعجة جداً. جورج لديه صديقه المفضل، أما أنا فلا يوجد من ألعب معه. يمكنك أن تطلبي من سوزي أن تأتي إلى هنا. الحمل سوزي صديقة بيبا المفضلة. أيمكن لسوزي أن تأتي الآن حقاً؟ لنتصل بها. مرحباً، الحمل سوزي تتحدث. سوزي، هذه أنا، أيمكنك أن تأتي لمنزلي؟ أجل يا بيبا، أيمكنني ارتداء زي الممرضة؟ أجل، لكن أسرعي جدا. إلى اللقاء يا سوزي، سأعود لي. أسرعي يا سوزي. أصطحبك لاحقا. جورج، ريتشارد، الممرضة سوزي هنا. والممرضة سوزي تقول هذه ليست أرض الديناصورات، إن هذا مشفى، والمشفى يجب أن يكون نظيفاً ومنظماً. لن تكون الغرفة أرض الديناصورات بعد الآن، هذا مشفى. وسأكون أنا الطبيبة المهمة. وهذا الديناصور مريض. أوافقك يا طبيبة، إنه أخضر مريض جداً، يجب أن يذهب للنوم. وهذا الديناصور لونه بنفسجي مريض حقاً. أجل يا طبيبة، يجب أن يذهب للنوم أيضاً. ديناصور! اصمت! التزم الهدوء في المشفى. تشو تشو! الغرفة ليست مشفىً بعد الآن، أصبحت محطة قطار. لا لا، لا يوجد أي قطارات في أرض الخيال. أوه، والآن الغرفة أرض الخيال. الأشياء الجميلة فقط في أرض الخيال. لماذا كل هذا البكاء؟ جورج وريتشارد يريدان لعب الديناصورات والقطارات، ونحن نريد أن نلعب المشفى والجنيات. أرى أن المطر قد توقف بالخارج. إذن يمكنكم اللعب بالخارج. ولكنهم يحبون لعب الأولاد الصغار، ونحن نحب لعب البنات الكبار. ولكن بعد أن تمطر، ماذا تجدون عادة في الحديقة؟ برك طين. وتوجد برك الطين من أجل القفز لأعلى وأسفل. الجميع يحب القفز لأعلى وأسفل في برك الطين، سواء كانوا بنات كبارا أو أولاد صغارا. سباق المرح. لقد كان الطقس عاصفاً جداً، وسقف المدرسة يسرب. كيف يمكننا جمع المال لإصلاح سقف المدرسة؟ ماذا عن سباق للمرح؟ ما معنى سباق المرح؟ إنه يوم للتنزه ودفع المال لمشاهدة الناس تجري، وكلما دفعت أكثر كلما جروا أكثر. إنها فكرة رائعة. إلى أي مدى يمكنك الجري؟ ماذا؟ يمكنني الجري مثلما تحبين. ولكن يا أبي، بالكاد يمكنك الجري. هراء، أنا خبير في الجري. جيد، أيجري أحد آخر؟ لا شكراً، ولكن سأدفع لمشاهدة دادي بيج. وأنا أيضاً. وأنا أيضاً. ممتاز، شكراً دادي بيج. تتناول بيبا وأسرتها السباجيتي. لذيذ، أيوجد المزيد؟ دادي بيج، لقد تناولت 3 أطباق. الأكل يعطيني طاقة، وأنا أحتاج الطاقة للجري. يجب أيضاً أن تتدرب على الجري. ماذا لو تدربت على الأكل اليوم وعلى الجري في اليوم التالي؟ لا يا أبي، يجب عليك أن تتدرب الآن. هيا يا أبي، سأسابقك. هذا سهل. الجري لأسفل التل سهل، الجري لأعلى التل صعب.
أعتقد أنه لم يكن علي أن أكثر من الأسباجيتي. إنه يوم سباق المرح. لدى سيدة غازيل لوحة لتبين إلى أين يجب أن يجري دادي بيج. إذا جرى دادي بيج إلى هنا محل البقالة، ثم إلى هنا مرآب جدي، ثم هذا الطريق إلى هنا قصر ويندي، سيكون لدينا المال الكافي لإصلاح سقف المدرسة. سأفعل ذلك الآن. استعد، هيا انطلق. فعلتها، فلنبدأ النزهة. مضحك يا أبي، كانت هذه مجرد رسمة. أجل، يجب أن تجري حتى قصر ويندي. استعد، هيا انطلق. مرحبا. هيا دادي بيج، يمكنك فعلها. هيا يا حافلة، يمكنك فعلها. لقد وصلت حافلة المدرسة إلى قصر ويندي، والآن ليستمتع الجميع بالنزهة. ماء، ماء. يا له من يوم مشمس وجميل، ويا لها من طريقة مريحة لجمع المال. ماء، ماء. لقد وصل دادي بيج إلى محل البقالة. كل هذا الجري جعله عطشا. هيا لننظر عبر المنظار. أستطيع أن أرى أبي. المنظار يجعل كل شيء يبدو أقرب. أوه، إنه لا يجري سريعاً. وصل دادي بيج إلى مرآب الكلب الجد. كفى، لا أستطيع. لقد توقف أبي. تبدو ساخنة، تحتاج لشيء يبردك ويعطيك طاقة. مصاصة ثلج. أشكرك كثيراً، هذا لطيف. دبور، إش إش، ابتعد أيها الحشرة الصغيرة. يريد الدبور مشاركة مصاصة الثلج. لا، هذه خاصتي. بدأ الوالد يجري ثانية بسرعة كبيرة. مرحبا. ابتعد، ابتعد. توقف الآن يا دادي بيج، لدينا المال الكافي لإصلاح سقف المدرسة. أبعد دادي بيج الدبور. أحسنت يا دادي بيج، هذا الجري الزائد يعني المال الكافي لحافلة جديدة. شكرا دادي بيج. على الرحب والسعة. عطلة التخييم. عائلة بيبا في عطلة في شاحنة التخييم. صباح الخير يا صغاري. صباح الخير يا دادي بيج. أنا أحب التخييم. بما أننا في الريف، يمكننا أن نقضي اليوم في تأمل الطبيعة. فكرة جيدة يا مامي بيج، فلنشاهد برنامجاً عن الطبيعة. أحد عجائب الطبيعة، العصافير. يا للجمال. يا عصفور، لا يمكننا أن نسمع التلفاز. دادي بيج، وما الفائدة من عطلة التخييم إذا كنا سنشاهد التلفاز؟ نفعل ذلك بالمنزل. تفكير سليم. يوجد الكثير من الأماكن لنزورها. يوجد عالم الشجر. ما هو عالم الشجر؟ عالم الشجر هي غابة كبيرة مليئة بالشجر. إن هذا يبدو مملاً. وتوجد مدينة البطاطس. ما هي مدينة البطاطس؟ إنها جولة في حقول البطاطس تنتهي بتذوق بعض البطاطس. يبدو شيقاً. وهناك أرض البط. وما هي أرض البط؟ إنه نهر عريض مليء بالبط. أرض البط، فلنذهب إلى أرض البط. بيبا وجورج يحبان البط. كيف نذهب إلى أرض البط؟ شاحنة التخييم ترشدنا. مرحباً، أين سنذهب اليوم؟ أرض البط من فضلك. اتبعوا الطريق إلى الأمام في خط مستقيم. ذاهبون لأرض البط بشاحنة التخييم. أهلاً في أرض البط. كم تذكرة من فضلك؟ أود أربعة من فضلك. استمتعوا بالبط.
أين هو البط؟ ربما تكون في عطلة. لنتناول غداءنا في الخلاء. البط دائماً يظهر وقت تناول الغداء. بيبا وجوج يحبان النزهة. البط ها هو هناك. توقف يا أبي، نحتاج بعض الخبز للبط. حسناً. أهلاً سيدة بطة. أتى الكثير من البط. كل إخوانها وأخواتها قد أتت. وقد أتى الكثير من البط. إنهما جدة وجد البط. وها هم جميع العمات والأعمام. وكان هذا آخر غدائنا. قولوا شكراً لدادي بيج أيها البط. على الرحب والسعة. أنا أحب أرض البط. وقت العودة إلى المنزل. أتساءل أي طريق أقصر إلى البيت؟ قد مستقيماً للأمام في النهر. أوه، هل هذا صحيح؟ أجل، قد إلى النهر. لا يمكننا القيادة في النهر. أجل، ما تقوله هراء. من فضلك، اضغط الزر الأزرق. شاحنة التخييم تسير باتجاه النهر. لقد تحولت شاحنة التخييم إلى مركب. لم أكن أتوقع ذلك. أهلاً بكم في سيارة المستقبل. انظروا، إنه الكلب الجد والكلب داني أيضاً. مرحباً يا دادي بيج. مرحباً بك. نبحر في النهر بشاحنة التخييم. قد لأعلى التل التالي. لقد وصلت إلى وجهتك. نحن بالمنزل. شكراً على هذه العطلة يا سيدة شاحنة. ها على الرحب. من الرائع لنا أخذ عطلة، ولكن الأروع العودة إلى منزلنا الصغير. ليلة سعيدة يا صغيري. ليلة سعيدة. السماد. دادي بيج يعد حساء الخضروات للغداء. أبي، أساعدك؟ شكراً يا بيبا، أيمكنك تقشير الخضروات؟ حسناً. بيبا توقفي، قشور الخضروات لا تلقى في القمامة العادية بل توضع في السلة البنية. أوز. صحيح يا جورج، هذه قشرة موز، وهناك بصل وجزر وجميع بقايا الفواكه والخضروات هنا. جدكما سيحبان ذلك. هل يأكل الجد والجدة قشر البطاطس يا أبي؟ لا يا بيبا، إنه لحديقة جدكما لكي ينمو نباته. أوه. سنأخذ جولة هناك بعد الغداء. جيد جدا. مامي بيج، بيبا وجورج يأخذون القشور لمنزل جراني بيج وجرانبا بيج. نحن هنا. جرانبا بيج. بابا إيج، لدينا هدية مميزة لك. قشور الخضروات. هذا مذهل، سوف تحب حديقتي ذلك. أتأكل حديقتك الخضروات؟ لا يا بيبا، هذه القشور من أجل كومة سمادي. ما هذا؟ هيا نرى، ها هو ذا. إنه صندوق خشبي. أجل يا بيبا، ولكنه صندوق خشبي ذكي جدا. أقوم بوضع هذه القشور في الأعلى، ومن الأسفل يأتي سماد جميل غني خصب جدا. كيف تفعل ذلك؟ أهو صندوق سحري؟ لا يا بيبا، لدي بعض الأصدقاء الصغار الذين يساعدونني. أين؟ هيا انظري، هنا. أجل، ديدان ملتوية. ملتوية. تحول الديدان جميع الخضروات والفاكهة إلى سماد. جرانبا بيج، أيمكن أن نجد المزيد من الديدان لكومة سمادك؟ يا لها من فكرة رائعة. هيا يا جورج، لنجد المزيد من الديدان.
ملتوية. ملتوية ملتوية. أنت دودة ملتوية. أنت دودة ملتوية. كيف حالك؟ أنا أحبك. دودة ملتوية. أحسنت صنعاً. كوني دودة ملتوية مطيعة وحوليه كله إلى سماد. هيا. وبعد ذلك يمكن استخدام السماد في... أعرف أعرف. تضع بذرة في التربة ثم تغطيها بالسماد ثم تنمو إلى شجرة. أجل يا بيبا. وبالحديث عن الأشجار يستحسن أن نساعد جراني بيج، إنها تجمع الفاكهة في البستان. وما هو البستان؟ حيث توجد أشجار الفاكهة. نمتلك هذا البستان منذ صغري. مرحبا جراني بيج. جانجي إيج. هل ستساعدني في جمع التفاح؟ أجل يا جدتي. التفاح عال جدا يا أمي. لا تقلقي يا بيبا، لدى الجد والجدة حيلة صغيرة لجمعه. فليمسك الجميع بالشجرة. عند العدد ثلاثة هزوا الشجرة قدر ما تستطيعون. واحد، اثنان، ثلاثة. إنها تمطر تفاحا. جدتي، أيمكنني أخذ تفاحة رجاء؟ بالطبع يا بيبا. طعمه لذيذ. أيمكن أن تخمنوا ماذا نفعل ببذور التفاح؟ ملتوية ملتوية. هذا صحيح، بذر التفاح يذهب للدود من أجل السماد. ذكي يا جورج. ودود ملتوي ذكي أيضا. سعال بيدرو. إنه يوم مدرسي، لدى بيبا وأصدقائها درس موسيقى. بولي ترتدي عقد الفولي. آسف يا سيدة غزال. يا للهول، بيدرو لديه سعال. لا تقلق، سأتصل بدكتور براون الدب. دكتور براون الدب يتحدث. مرحبا، أنا السيدة غزال. يوجد طفل مريض. لا تقلقي، سوف آتي على الفور. ماذا يمكن أن تكون المشكلة؟ أنا لدي سعال. أرى ذلك. أهو سعال من الصدر أم يدغدغك؟ أنا لا أعلم، ولكنه يكون هكذا. ومتى بدأ السعال؟ عندما بدأت السيدة غزال في الغناء. لا شيء خطير، لكن سعال بيدرو قد يكون معدياً. وماذا تعني بمعدي؟ عندما يصاب شخص بالسعال، أحياناً يصاب آخرون بالسعال أيضاً. هل أحتاج لدواء؟ ملعقة دواء فقط. أخشى أن يكون طعمه ليس جيداً. طعمه مثل حذاء قديم مليء بالمربى. شكراً دكتور براون الدب. إلى اللقاء. وداعاً. كما ظننت، سعال بيدرو معد حقاً. الكلب داني والحمل سوزي التقط العدوى. افتح فمك. إن طعمه مثل سجاد بطعم الزبادي. إن طعمه مثل الزهور. أحسنت بأخذك الدواء جيداً. ألا تمرض أبداً يا دكتور براون الدب؟ لا يا بيبا، أنا لا أمرض، آكل تفاحة كل يوم. إلى اللقاء. وداعاً. إنه وقت العودة. أتى أهل الأطفال ليصطحبوهم. أمي، أبي، لدي سعال. دكتور براون الدب أتى واهتم بنا. لقد أعطانا دواء مريعا. سيدة غزال، هل غنيت أغنيتك؟ بالطبع يا بيبا. بولي ترتدي عقد الفولي وكانت. يا للهول، التقط كل الكبار السعال من بيدرو. دكتور براون الدب يتحدث. أنا بيبا بيج. كل الكبار مرضى الآن. لا تقلقي يا بيبا،
أنا في الطريق. مرحبا جميعا، التقطتم عدوى بيدرو صحيح؟ حسنا، قفوا في صف وافتحوا أفواهكم. إن طعمه مثل الجوارب القديمة. أشكرك جدا لاعتنائك بنا يا دكتور براون الدب. من الذي يقوم برعايتك عند مرضك؟ لا أحد يرعاني، أنا لا أمرض. يا للهول، دكتور براون الدب أصيب بالسعال. لا تقلقوا. وداعا. وداعا. مسكين دكتور براون الدب، إنه مريض ولا يوجد أحد يعتني به. من يمكن أن يكون؟ مرحبا، لقد جئنا لنهتم بك. إليك فاكهة. وبعض الوسائد. وها هو دواءك. طعمه يشبه جوارب وخردل بمربى زبادي السجاد. وها هي أغنية لتشعرك بالتحسن. المكتبة. إنه وقت النوم. طابت ليلتكما يا بيبا وجورج. أريد قصة من فضلك. حسناً، سأقرأ لك كتاب القرد الأحمر. ولكننا دوماً نقرأها يا أمي. القرد الأحمر يستحم، ينظف أسنانه ويذهب للنوم. نعم، هذا ما يحدث فعلاً. أيمكن أن نختار قصة أخرى؟ النمر الأزرق والعنكبوت الأخضر والبطريق البرتقالي. أوه، وما هذه؟ عالم الإسمنت الرائع. كنت أبحث عن ذلك. هل هذا كتابك يا أبي؟ إنه كتاب استعرته من المكتبة. وما هي المكتبة يا ترى؟ إنه مكان تستعار منه الكتب، عندما تنهي قراءتها تعيدها ثانية. ولكن دادي بيج نسي أن يعيد هذا الكتاب. إنه لدي منذ وقت طويل. لا يهم، يمكنك إعادته غدا. والآن وقت النوم. بعد أن يقرأ والدي هذه القصة. إنها ليست قصة يا بيبا. أرجوك اقرأها يا أبي. حسنا. عالم الإسمنت الرائع. إن الإسمنت مادة للبناء يتكون من رمال، ماء وخليط كيميائي. الجزء الأول، الرمل. بيبا وجورج ومامي بيج استغرقوا في النوم. إنه الصباح، وصلت بيبا وعائلتها للمكتبة. واو، ما كل هذه الكتب؟ شش بيبا، التزم الصمت وأنت في المكتبة. لماذا؟ لأن الناس يأتون إلى هنا للقراءة والهدوء أيضاً. التالي من فضلك. آنسة أرنبة هي أمينة المكتبة. مرحباً مامي بيج، أتعيدين هذه الكتب؟ أجل آنسة أرنبة، لنبدأ. لماذا يصفر الحاسوب؟ يصفر ليتأكد أنكم لم تستعيروه منذ وقت طويل. ربما استعرته لوقت طويل فعلاً. لا تقلق دادي بيج، ليس بهذا السوء. أوه، يا للهول، لديك الكتاب منذ 10 سنوات. ما هذا يا أبي؟ عذراً آنسة أرنبة. لا بأس، الآن يمكنك استعارة آخر. آنسة أرنبة، هل يمكن أن نستعير أنا وجورج كتاباً؟ بالطبع، قسم الأطفال يوجد هنا. أوه، انظر، جنيات، زهور وفساتين جميلة. مرحباً بيبا. أوه، مرحباً بك يا داني. سأستعير كتاباً عن كرة القدم. مرحباً بيبا. مرحباً يا سوزي، لدي كتاب عن الممرضات. اختار جورج كتاباً عن الديناصورات. ديناصور. انظروا ماذا وجدت، معلومات أخرى في عالم الإسمنت. كتاب القرد الأحمر. ليس كتاب القرد الأحمر، إنه ممل جداً. ولكن هذه قصة أخرى، تبدو أكثر مرحاً. بل ليست كذلك. يحكى أن
كان هناك قرد أحمر. قد تحمم ونظف أسنانه وذهب للنوم. لا، صعد على متن صاروخ فضاء وذهب للقمر. تنزه مع الديناصور وسبح في البحر وتسلق أعلى جبل. كان يوماً حافلاً. النهاية. واو، مرة ثانية. نستعيرها ونقرأها بالمنزل يا بيبا. لكن أنا كنت سوف أختار هذا الكتاب أو ذاك الآخر. تستطيعين أخذ 3 كتب للمنزل بيبا. إيه؟ ولكن يجب يا بيبا أن تعيديها في وقتها. حسناً أنسة أرنبة. ويجب أن تتذكر أن تعيد كتابك أيضاً دادي بيك. أنا سوف أحرص على أن أذكره. أجل يا بيبا، أثق أنك ستفعلين. الغسل. يقوم دادي بيك بالغسل هذا الصباح. يا أبي، ما هذا القميص؟ إنه قميص كرة القدم. سيلعب الوالد كرة القدم هذا المساء. أولاً سأذهب للعمل. أراكم لاحقاً وداعاً. إلى اللقاء. مسكين يا أبي، يجب أن يذهب للعمل. إنه مسكين. هيا لنلعب. أجل، هيا نلعب. تحب بيبا القفز لأعلى وأسفل في بئر الطين. يحب جورج القفز لأعلى وأسفل في بئر الطين. تحب مامي بيج القفز لأعلى وأسفل في بئر الطين. يا للهول. أمي، لقد رششنا بعض الطين على قميص كرة القدم. لا تقلق، سنغسله. غسله لن يأخذ وقتاً ولن يعرف أبداً بشأن الطين. لنجد أشياء أخرى نضعها بالغسالة. إن ثوبي به بعض الطين. مامي بيج وجورج وجدا أشياء أخرى ليغسلاها. أحسنت يا جورج. نضع الملابس هنا ثم نشغلها. تمتلئ الغسالة بالصابون والماء الساخن. اغسل 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 اغسل. تجعل الغسالة الغرفة كلها تهتز. أوه بابا، أين ثوبك؟ أنا أقوم بغسله. ماذا؟ لا. انظري يا أمي، ثوبي الأحمر أصبح نظيفاً الآن. أجل يا بيبا، ولكن انظري ماذا فعل. يا للهول، لقد حول ثوب بيبا الأحمر كل الملابس إلى وردي. الوردي ليس أفضل لون لقميص كرة القدم. لقد عاد دادي بيج من العمل. مرحباً جميعاً. مرحباً يا أبي. دادي بيج، لدينا مشكلة صغيرة و... أخبريني لاحقاً، يجب أن أستعد لكرة القدم. أين قميص كرة القدم؟ هنا. لا تكوني سخيفة يا بيبا، هذا أحد أثواب أمك، إنه وردي. لا يا دادي بيج، إنه قميص كرة القدم. لقد اتسخ بالطين قليلاً، لذا غسلناه. ثم اتسخ كل شيء بعدها. أسفة يا أبي. أنا لا أستطيع ارتداء قميص وردي. ولم لا يا أبي؟ إن الوردي لون جميل. ماذا تظن يا جورج؟ جورج لا يحب الوردي. ها قد أتى أصدقاء دادي بيج، سيد ثور، سيد أرنب، سيد مهر، وسيد حمار وحشي. مو! هل دادي بيج قادم للعب؟ فقط يحتاج لحظة. فريقي لونه أبيض، أحتاج لقميص أبيض. لكن يا أبي، لديك قميص أبيض. فقط قم بخلع سترتك. أرأيت؟ هذا رائع، شكراً لك يا بيبا. مرحباً جميعاً. مرحباً دادي بيج، يعجبني قميصك. جميل جداً. شكراً، هيا لنلعب كرة القدم. أجل.
قميصك بالطين. بالطبع يا بيبا، قمصان كرة القدم تتلطخ بالطين دوماً. دادي بيج يحب لعب كرة القدم. الجميع يحب لعب كرة القدم، خاصة وهي بالطين. شاحنة التخييم. بيبا وجورج متحمسان جداً اليوم، إنهما ذاهبان في عطلة. أوه، أين أبي؟ إنه يحضر مفاجأة سرية. ما هذا؟ إنها شاحنة تخييم، استعرناها من أجل عطلتنا. شاحنة التخييم بها كل شيء. هذا الزر يشغل الحوض. واو! وهذا الزر يشغل التلفاز. ماذا يفعل هذا الزر؟ لست واثقاً، ولكن لا تضغطي عليه قبل أن نعلم. هل الجميع جاهز للعطلة؟ أجل مامي بيك. إذن هيا بنا. سنذهب في عطلة بشاحنة التخييم. هذه الخريطة صعبة قليلاً. أبي، نحن لا نريد أن نتوه. لا تقلقي يا بيبا، أنا خبير في قراءة الخرائط. أوه، هذا غريب. هل تهنا؟ أجل. إنه الكلب الجد مع الكلب داني. مرحباً بيبا. مرحباً يا داني، لقد تهنا. تائهون، هل المتعقب معطل؟ المتعقب؟ أنت تقود شاحنة تخييم 3200، المتعقب أساسي بها. أهلاً بكم في سيارة المستقبل. إذن هذا هو ما يفعله الزر. أين سنذهب اليوم؟ إن حاسوب الشاحنة يتكلم. ذكي صحيح، يساعدك الحاسوب لمعرفة طريقك. لكن كيف يعلم أين نريد الذهاب؟ تقولين له. أوه، مرحباً سيدة حاسوب الشاحنة. مرحباً. نحن ذاهبون في عطلة، أيمكن تحديد الطريق؟ أكمل في الطريق مستقيماً. أشكرك على المساعدة. على الرحب، فلتستمتعوا. سنذهب في عطلة بشاحنة التخييم. خطر، خطر، الزيت ينفد. ما هو الزيت؟ الزيت يساعد المحرك ليعمل بسلاسة. وهل سينفد هذا الزيت؟ لا، هذه التحذيرات تعطيك بعض الوقت. لقد نفد الزيت. أوه، يا للهول. من حظي، لدي علبة زيت إضافية. أحسنت يا دادي بيج. ببساطة نقوم بسكب الزيت في فوهة المحرك. ما الخط؟ لا يوجد شيء هنا، لقد اختفى المحرك. إنها الحمل الأم مع الحمل سوزي. مرحباً يا سوزي. مرحباً يا بيبا. لقد فقدنا محركنا الآن. فقدتم المحرك؟ أجل، لقد اختفى كلياً. أود أن أساعد، ولكني لا أعرف شيئاً عن المحركات. قد تكون هذه مزحة، لكن هذا يشبه المحرك. أجل، تحديد جيد. محرك شاحنة التخييم في الخلف. انتهيت، إن هذا الزيت كافٍ. شكراً على المساعدة. على الرحب، استمتعوا بوقتكم. هل اقتربنا من الوصول؟ لأعلى التل القادم. لقد وصلتم لوجهتكم. مرحبا. وقت النوم. أين سوف ننام؟ أنا ومامي بيج سننام على هذا السرير. وأنتم الاثنان بالأعلى. ولكنه لا يوجد بالأعلى. شاهدوا ذلك. سقف شاحنة التخييم يرتفع لأعلى. شاحنة التخييم تشبه منزلنا الصغير. خلال العطلة ستكون منزلنا الصغير. طابت ليلتكما يا صغيري. طابت ليلتك. العمل واللعب. إنه صباح مشرق وجميل. أجل،
يا له من يوم رائع لعدم فعل شيء. دادي بيج يحب عدم فعل شيء. أبي، ألن تذهب إلى العمل اليوم؟ لا يا بيبا، إنه السبت. دادي بيج لا يعمل أيام السبت. دادي بيج، ستتأخر عن عملك. ولكنه السبت يا مامي بيج، أليس كذلك؟ لا، إنه الخميس. دادي بيج يعمل أيام الخميس. أراكم لاحقاً. إلى اللقاء. مسكين أبي، يجب أن يعمل. محظوظة أمي، يمكنها اللعب طوال اليوم. أنا لا ألعب، أنا فقط أعمل على الحاسوب. جورج يريد أن يلعب لعبة سيدة دجاجة السعيدة. يمكننا لعب لعبة سيدة دجاجة السعيدة بعد انتهائي من العمل. لقد أتت الحمل الأم وسوزي ليصطحب بيبا للعب. مرحبا بيبا. أهلا سوزي. استمتع بيومكما. إلى اللقاء يا أمي، اجتهدي بالعمل. سيدة حمل، هل تعملين أم أنت تلعبين؟ لدي الكثير من العمل اليوم. سأذهب إلى التمرين. وماذا تفعلين بالتمرين؟ أجري، أقفز، وأنط الحبل. لكن أمي، هذا ليس عملاً، بل هذا لعب. بيبا وسوزي وصلتا إلى مجموعة اللعب. مرحباً جميعاً. أهلاً بيبا، أهلاً سوزي. أهو، صغار، سنلعب لعبة المتاجر. من يريد أن يكون البائع؟ أنا. بيبا وسوزي ستكونان بائعتين، أما الباقي فسيكونون مشترين. بيبا وسوزي ستديران محلهما الخيالي. ماذا علينا أن نفعل؟ سأتولى أنا المال يا سوزي، وأنت رتبي الأرفف. حسناً. الكلب داني هو أول مشتر. مرحباً أيتها البائعة. مرحباً يا داني. أريد بعض البسكويت من فضلك. سوزي، هل لدينا أي بسكويت؟ لا، ولكن لدينا هاتف لعبة. وكم سيكلف هذا؟ يا داني، سيكون ذلك بمئة جنيه. شكراً لك. التالي لو سمحت. ناي. مرحباً بك يا بائعة، أيمكنني الحصول على رغيف خبز؟ لا، لكن يمكنك الحصول على منزل لعبة. أضعه في حقيبة يا سيدي؟ أجل، من فضلك. سيكلفك ذلك قرشاً من فضلك. أوه، ليس معي ما يكفي من المال. يمكنك الدفع المرة القادمة. أوه، يا له من عمل صعب. أجل. مرحباً يا بائعة، ماذا يمكنني أن أشتري مقابل 1,000,000,000 جنيه؟ أخبريني، ماذا لدينا مقابل 1,000,000,000 جنيه يا سوزي؟ لدينا جزرة. نعم، من فضلك. الأرنبة ريبيكا تحب الجزر. إنه وقت العودة. أتى دادي بيج ليصطحب بيبا وسوزي. أكان يومك حافلاً بالفعل يا أبي؟ أجل، لقد عملت جاهداً اليوم. لقد عملنا جاهدتين اليوم أيضاً. لقد كنا بائعتين. وبعد الانتهاء من الكتابة، النهاية. ثم اطبع. انتهت مامي بيج من العمل. حسناً يا جورج، يمكننا أن نلعب لعبة سيدة دجاجة السعيدة، نستحقها. يا أمي، تلعبين لعبة السيدة دجاجة السعيدة؟ لأني وجورج قد أنهينا العمل بنجاح، أليس كذلك؟ انتهينا جميعاً من العمل، لذا هيا نلعب. قوس قزح. بيبا وعائلتها ذاهبون لنزهة في الجبل. هل أوشكنا على الوصول يا أمي؟ ليس بعد يا بيبا. هيا نلعب لعبة، يحدد كل منا لون سيارته المفضل. أجل. لوني المفضل هو الأخضر. ولوني البرتقالي. ولوني هو الأحمر. جورج، وما هو لونك المفضل؟ أزرق. لون جورج المفضل هو الأزرق. لنرى أي لون سيارة سيمر أولاً. حسناً.
ها هي القطة كاندي في سيارتها الخضراء. الأخضر، إنه لوني المفضل. لقد فزت. مرحبا يا كاندي. مياو. مرحبا بيبا. ها هو الكلب داني في شاحنة إصلاح الكلب الجد. برتقالي، أفوز. مرحبا يا داني. أهلا بيبا. ها هي سيارة أخرى. إنها سوزي. مرحبا. مرحبا يا بيبا. أزق. أجل يا جورج، إنها سيارة زرقاء. أنت فزت. هذه لعبة سخيفة. لا توجد سيارة حمراء في أي مكان. هناك سيارة حمراء يا بيبا. أين؟ ما هو لون سيارتنا؟ إنها حمراء. أنا فزت، أنا فزت. لقد وصلت العائلة إلى الجبل. سوف نحظى بمنظر رائع على القمة. لقد وصلنا. مرحبا. انظروا إلى المنظر المشمس الرائع. يا للهول، بدأت السماء تمطر. أين هو المنظر الجميل؟ ها هو المنظر الجميل. إنها آنسة أرنبة وعربة المثلجات. مرحبا آنسة أرنبة. مرحبا دادي بيك. أربعة مثلجات رجاءً. ما المذاق الذي تحبه؟ نعناع، برتقال، فراولة، وتوت من فضلك. حسناً. انظروا ماذا لدي. مثلجات. أوه. إنها ألواننا المفضلة. صحيح. الأخضر لي. البرتقالي لي. الفراولة الحمراء لي. ولون جورج أزرق. يام يام يام. انظروا، لقد سطعت الشمس. وانظروا أيضاً ماذا حدث. قوس قزح. بابا وجورج يحبان قوس قزح. يظهر قوس قزح بوجود الشمس والمطر في نفس الوقت. أوه. إنه بألواننا المفضلة كلها. أجل، أحمر وبرتقالي وأخضر وأزرق. وتعلمان ماذا ستجدان بنهاية قوس قزح؟ كلا. تجدان كنزاً. أوه، أيمكننا الذهاب وإيجاد الكنز الآن؟ حسناً، تبدو نهاية قوس قزح كأنه على التل التالي. هيا لنذهب. يوم مشمس ممطر. قوس قزح هنا لنلعب. قوس قزح. أحمر برتقالي أصفر أخضر أرجواني وأزرق. قوس قزح. يوم مشمس وممطر. نحن. أوه، أين ذهب قوس قزحنا؟ تحرك للتل التالي. قوس قزح مشاغب. هيا لنمسك به. قوس قزح. يوم مشمس وممطر. لقد توقف المطر واختفى قوس قزح. لا تقلق يا جورج، ربما ترك لنا قوس قزح الكنز وراءه. يوجد شيء هناك. أوجدت كنز قوس قزح؟ أجل، لقد فعلت. بركة طين كبيرة. أفضل كنز قوس قزح على الإطلاق. الأرنب ريتشارد يأتي للعب. بابا وجورج يلعبان في غرفتهما. هذا أفضل منزل على الإطلاق. جورج، الأرنب ريتشارد هنا. جورج. ريتشارد. ديناصور. إلى اللقاء ريتشارد، سوف آتي لاصطحاب بك لاحقاً. جورج وريتشارد صديقان. جورج، ريتشارد، لقد أسقطتما منزلي. أرجوكما العبا بشكل هادئ. لقد حول جورج سلة اللعب إلى بركان. يستخدم ريتشارد الأشجار اللعبة ليكون غابة. استخدم جورج مكعبات البناء لصنع نهر. ديناصور. لقد حول
تحولت جورج وريتشارد الغرفة إلى أرض الديناصورات. أنا سأرحل، هذا مزعج جداً. أنا أقول بطاطس. وأنا أقول بطاطا. بطاطس. بطاطا. من الجيد في الأيام الممطرة أننا نشاهد البرامج الهامة في التلفاز. بطاطس. بطاطا. بطاطس. بطاطا. أمي، جورج وريتشارد حول الغرفة إلى أرض الديناصورات، وأرض الديناصورات مزعجة جداً. جورج لديه صديقه المفضل، أما أنا فلا يوجد من ألعب معه. يمكنك أن تطلبي من سوزي أن تأتي إلى هنا. الحمل سوزي صديقة بيبا المفضلة. أيمكن لسوزي أن تأتي الآن حقاً؟ لنتصل بها. مرحباً، الحمل سوزي تتحدث. سوزي، هذه أنا، أيمكنك أن تأتي لمنزلي؟ أجل يا بيبا، أيمكنني ارتداء زي الممرضة؟ أجل، لكن أسرعي جداً. إلى اللقاء يا سوزي، سأعود لي. أسرعي يا سوزي. أصطحبك لاحقاً. جورج، ريتشارد، الممرضة سوزي هنا. والممرضة سوزي تقول هذه ليست أرض الديناصورات، إن هذا مشفى، والمشفى يجب أن يكون نظيفاً ومنظماً. لن تكون الغرفة أرض الديناصورات بعد الآن، هذا مشفى. وسأكون أنا الطبيبة المهمة. وهذا الديناصور مريض. أوافقك يا طبيبة، إنه أخضر مريض جداً، يجب أن يذهب للنوم. وهذا الديناصور لونه بنفسجي مريض حقاً. أجل يا طبيبة، يجب أن يذهب للنوم أيضاً. ديناصور! اصمت! التزم الهدوء في المشفى. تشو تشو! الغرفة ليست مشفاً بعد الآن، أصبحت محطة قطار. لا لا، لا يوجد أي قطارات في أرض الخيال. أوه، والآن الغرفة أرض الخيال. الأشياء الجميلة فقط في أرض الخيال. لماذا كل هذا البكاء؟ جورج وريتشارد يريدان لعب الديناصورات والقطارات، ونحن نريد أن نلعب المشفى والجنيات. أرى أن المطر قد توقف بالخارج. إذن يمكنكم اللعب بالخارج. ولكنهم يحبون لعب الأولاد الصغار، ونحن نحب لعب البنات الكبار. ولكن بعد أن تمطر، ماذا تجدون عادة في الحديقة؟ برك طين. وتوجد برك الطين من أجل القفز لأعلى وأسفل. الجميع يحب الخبز لأعلى وأسفل في برك الطين، سواء كانوا بنات كباراً أو أولاد صغاراً. سباق المرح. لقد كان الطقس عاصفاً جداً، وسقف المدرسة يسرب. كيف يمكننا جمع المال لإصلاح سقف المدرسة؟ ماذا عن سباق للمرح؟ ما معنى سباق المرح؟ إنه يوم للتنزه ودفع المال لمشاهدة الناس تجري، وكلما دفعت أكثر، كلما جروا أكثر. إنها فكرة رائعة. إلى أي مدى يمكنك الجري؟ ماذا؟ يمكن للجري مثل ما تحبين. ولكن يا أبي، بالكاد يمكنك الجري. هراء، أنا خبير في الجري. جيد، أيجري أحد آخر؟ لا شكراً، ولكن سأدفع لمشاهدة دادي بيج. وأنا أيضاً. وأنا أيضاً. ممتاز، شكراً دادي بيج. تتناول بيبا وأسرتها السباجيتي. لذيذ، أيوجد المزيد؟ دادي بيج، لقد تناولت 3 أطباق. الأكل يعطيني طاقة، وأنا أحتاج الطاقة للجري. يجب أيضاً أن تتدرب على الجري. ماذا لو تدربت على الأكل اليوم وعلى الجري في اليوم التالي؟ لا يا أبي، يجب عليك أن تتدرب الآن. هيا يا أبي، سأسابقك. هذا سهل. الجري لأسفل التل سهل، الجري لأعلى التل صعب.
أعتقد أنه لم يكن علي أن أكثر من الأسباجيتي. إنه يوم سباق المرح. لدى سيدة غازيل لوحة لتبين إلى أين يجب أن يجري دادي بيج. إذا جرى دادي بيج إلى هنا، محل البقالة، ثم إلى هنا، مرآب جدي، ثم هذا الطريق إلى هنا، قصر ويندي. سيكون لدينا المال الكافي لإصلاح سقف المدرسة. سأفعل ذلك الآن. استعد، هيا انطلق. فعلتها، فلنبدأ النزهة. مضحك يا أبي، كانت هذه مجرد رسمة. أجل، يجب أن تجري حتى قصر ويندي. استعد، هيا انطلق. مرحبا. هيا دادي بيج، يمكنك فعلها. هيا يا حافلة، يمكنك فعلها. لقد وصلت حافلة المدرسة إلى قصر ويندي، والآن ليستمتع الجميع بالنزهة. ماء، ماء. يا له من يوم مشمس وجميل، ويا لها من طريقة مريحة لجمع المال. ماء، ماء. لقد وصل دادي بيج إلى محل البقالة. كل هذا الجري جعله عطشا. هيا لننظر عبر المنظار. أستطيع أن أرى أبي. المنظار يجعل كل شيء يبدو أقرب. أوه، إنه لا يجري سريعاً. وصل دادي بيج إلى مرآب الكلب الجد. كفى، لا أستطيع. لقد توقف أبي. تبدو ساخنة، تحتاج لشيء يبردك ويعطيك طاقة. مصاصة ثلج. أشكرك كثيراً، هذا لطيف. دبور، إش إش، ابتعد أيها الحشرة الصغيرة. يريد الدبور مشاركة مصاصة الثلج. لا، هذه خاصتي. بدأ الوالد يجري ثانية بسرعة كبيرة. مرحبا. ابتعد، ابتعد. توقف الآن يا دادي بيج، لدينا المال الكافي لإصلاح سقف المدرسة. أبعد دادي بيج الدبور. أحسنت يا دادي بيج، هذا الجري الزائد يعني المال الكافي لحافلة جديدة. شكراً دادي بيج. على الرحب والسعة. عطلة التخييم. عائلة بيبا في عطلة في شاحنة التخييم. صباح الخير يا صغاري. صباح الخير يا دادي بيج. أنا أحب التخييم. بما أننا في الريف، يمكننا أن نقضي اليوم في تأمل الطبيعة. فكرة جيدة يا مامي بيج، فلنشاهد برنامجاً عن الطبيعة. أحد عجائب الطبيعة، العصافير. يا للجمال. يا عصفور، لا يمكننا أن نسمع التلفاز. أو دادي بيج، وما الفائدة من عطلة التخييم إذا كنا سنشاهد التلفاز؟ نفعل ذلك بالمنزل. تفكير سليم. يوجد الكثير من الأماكن لنزورها. يوجد عالم الشجر. ما هو عالم الشجر؟ عالم الشجر هي غابة كبيرة مليئة بالشجر. إن هذا يبدو مملاً. وتوجد مدينة البطاطس. ما هي مدينة البطاطس؟ إنها جولة في حقول البطاطس تنتهي بتذوق بعض البطاطس. يبدو شيقاً. وهناك أرض البط. وما هي أرض البط؟ إنه نهر عريض مليء بالبط. أرض البط، فلنذهب إلى أرض البط. بيبا وجورج يحبان البط. كيف نذهب إلى أرض البط؟ شاحنة التخييم ترشدنا. مرحباً، أين سنذهب اليوم؟ أرض البط من فضلك. اتبعوا الطريق إلى الأمام في خط مستقيم. ذاهبون لأرض البط بشاحنة التخييم. أهلاً في أرض البط. كم تذكرة من فضلك؟ أود أربعة من فضلك. استمتعوا بالبط. أين
والبط؟ ربما تكون في عطلة. لنتناول غداءنا في الخلاء. البط دائما يظهر وقت تناول الغداء. بيبا وجوج يحبان النزهة. البط ها هو هناك. توقف يا أبي، نحتاج بعض الخبز للبط. حسناً. أهلاً سيدة بطة. أتى الكثير من البط. كل إخوانها وأخواتها قد أتت. وقد أتى الكثير من البط. إنهما جدة وجد البط. وها هم جميع العمات والأعمام. وكان هذا آخر غدائنا. قولوا شكراً لدادي بيج أيها البط. على الرحب والسعة. أنا أحب أرض البط. وقت العودة إلى المنزل. أتساءل أي طريق أقصر إلى البيت؟ قد مستقيماً للأمام في النهر. أوه، هل هذا صحيح؟ أجل، قد إلى النهر. لا يمكننا القيادة في النهر. أجل، ما تقوله هراء. من فضلك، اضغط الزر الأزرق. شاحنة التخييم تسير باتجاه النهر. لقد تحولت شاحنة التخييم إلى مركب. لم أكن أتوقع ذلك. أهلاً بكم في سيارة المستقبل. انظروا، إنه الكلب الجد والكلب داني أيضاً. مرحباً يا دادي بيج. مرحباً بك. نبحر في النهر بشاحنة التخييم. قد لأعلى التل التالي. لقد وصلت إلى وجهتك. نحن بالمنزل. شكراً على هذه العطلة يا سيدة شاحنة. هو على الرحب. من الرائع لنا أخذ عطلة، ولكن الأروع العودة إلى منزلنا الصغير. ليلة سعيدة يا صغيري. ليلة سعيدة. السماد. دادي بيج يعد حساء الخضروات للغداء. أبي، أساعدك؟ شكراً يا بيبا، أيمكنك تقشير الخضروات؟ حسناً. بيبا توقفي، قشور الخضروات لا تلقى في القمامة العادية بل توضع في السلة البنية. أوز. صحيح يا جورج، هذه قشرة موز، وهناك بصل وجزر وجميع بقايا الفواكه والخضروات هنا. جدكما سيحبان ذلك. هل يأكل الجد والجدة قشر البطاطس يا أبي؟ لا يا بيبا، إنه لحديقة جدكما لكي ينمو نباته. سنأخذ جولة هناك بعد الغداء. جيد جدا. مامي بيج، بيبا وجورج يأخذون القشور لمنزل جراني بيج وجرانبا بيج. نحن هنا. جرانبا بيج، بابا إيج، لدينا هدية مميزة لك. قشور الخضروات، هذا مذهل، سوف تحب حديقتي ذلك. أتأكل حديقتك الخضروات؟ لا يا بيبا، هذه القشور من أجل كومة سمادي. ما هذا؟ هيا نرى، ها هو ذا. إنه صندوق خشبي. أجل يا بيبا، ولكنه صندوق خشبي ذكي جدا. أقوم بوضع هذه القشور في الأعلى، ومن الأسفل يأتي سماد جميل غني خصب جدا. كيف تفعل ذلك؟ أهو صندوق سحري؟ لا يا بيبا، لدي بعض الأصدقاء الصغار الذين يساعدونني. أين؟ هيا انظري، هنا. أجل، ديدان ملتوية. ملتوية. تحول الديدان جميع الخضروات والفاكهة إلى سماد. جرانبا بيج، أيمكن أن نجد المزيد من الديدان لكومة سمادك؟ يا لها من فكرة رائعة. هيا يا جورج، لنجد المزيد من الديدان.
ملتوية. أنت دودة ملتوية. أنت دودة ملتوية. كيف حالك؟ أنا أحبك. دودة ملتوية. أحسنت صنعاً. كوني دودة ملتوية مطيعة وحوليه كله إلى سماد. هيا. وبعد ذلك يمكن استخدام السماد في... أعرف. تضع بذرة في التربة ثم تغطيها بالسماد ثم تنمو إلى شجرة. أجل يا بيبا. وبالحديث عن الأشجار، يستحسن أن نساعد جراني بيج، إنها تجمع الفاكهة في البستان. وما هو البستان؟ حيث توجد أشجار الفاكهة. نمتلك هذا البستان منذ صغري. مرحبا جراني بيج. جانجي إيج. هل ستساعدني في جمع التفاح؟ أجل يا جدتي. التفاح عال جدا يا أمي. لا تقلقي يا بيبا، لدى الجد والجدة حيلة صغيرة لجمعه. فليمسك الجميع بالشجرة. عند العدد ثلاثة هزوا الشجرة قدر ما تستطيعون. واحد، اثنان، ثلاثة. إنها تمطر تفاحاً. جدتي، أيمكنني أخذ تفاحة رجاءً؟ بالطبع يا بيبا. طعمه لذيذ. أيمكن أن تخمنوا ماذا نفعل ببذور التفاح؟ ملتوية. هذا صحيح، بذر التفاح يذهب للدود من أجل السماد. ذكي يا جورج. ودود ملتوي ذكي أيضا. سؤال بيدرو. إنه يوم مدرسي، لدى بيبا وأصدقائها درس موسيقى. بولي ترتدي عقد الفولي. آسف يا سيدة غزال. يا للهول، بيدرو لديه سؤال. لا تقلق، سأتصل بدكتور براون الدب. دكتور براون الدب يتحدث. مرحبا، أنا السيدة غزال. يوجد طفل مريض. لا تقلقي، سوف آتي على الفور. ماذا يمكن أن تكون المشكلة؟ أنا لدي سعال. أرى ذلك. أهو سعال من الصدر أم يدغدغك؟ أنا لا أعلم، ولكنه يكون هكذا. ومتى بدأ السعال؟ عندما بدأت السيدة غزال في الغناء. لا شيء خطير، لكن سعال بيدرو قد يكون معدياً. وماذا تعني بمعدي؟ عندما يصاب شخص بالسعال، أحياناً يصاب آخرون بالسعال أيضاً. هل أحتاج لدواء؟ ملعقة دواء فقط. أخشى أن يكون طعمه ليس جيداً. طعمه مثل حذاء قديم مليء بالمربى. شكراً دكتور براون الدب. إلى اللقاء. وداعاً. كما ظننت، سعال بيدرو معد حقاً. الكلب داني والحمل سوزي التقط العدوى. افتح فمك. إن طعمه مثل سجاد بطعم الزبادي. إن طعمه مثل الزهور. أحسنت بأخذك الدواء جيداً. ألا تمرض أبداً يا دكتور براون الدب؟ لا يا بيبا، أنا لا أمرض، آكل تفاحة كل يوم. إلى اللقاء. وداعاً. إنه وقت العودة. أتى أهل الأطفال ليصطحبوهم. أمي، أبي، لدي سعال. دكتور براون الدب أتى واهتم بنا. لقد أعطانا دواءً مريعاً. سيدة غزال، هل غنيتِ أغنيتك؟ بالطبع يا بيبا. بولي ترتدي عقد الفولي وكانت. يا للهول، التقط كل الكبار السعال من بيدرو. دكتور براون الدب يتحدث. أنا بيبا بيج، كل الكبار مرضى الآن. لا تقلقي يا بيبا، أنا في الطريق.
مرحبا جميعا، التقطتم عدوى بيدرو صحيح؟ حسنا، قفوا في صف وافتحوا أفواهكم. إن طعمه مثل الجوارب القديمة. أشكرك جدا لاعتنائك بنا يا دكتور براون الدب. من الذي يقوم برعايتك عند مرضك؟ لا أحد يرعاني، أنا لا أمرض. يا للهول، دكتور براون الدب أصيب بالسعال. لا تقلقوا. وداعا. وداعا. مسكين دكتور براون الدب، إنه مريض ولا يوجد أحد يعتني به. من يمكن أن يكون؟ مرحبا، لقد جئنا لنهتم بك. إليك فاكهة. وبعض الوسائد. وها هو دواءك. طعمه يشبه جوارب وخردل بمربى زبادي السجاد. وها هي أغنية لتشعرك بالتحسن. المكتبة. إنه وقت النوم. طابت ليلتكما يا بيبا وجورج. أريد قصة من فضلك. حسناً، سأقرأ لك كتاب القرد الأحمر. ولكننا دوماً نقرأها يا أمي. القرد الأحمر يستحم، ينظف أسنانه ويذهب للنوم. نعم، هذا ما يحدث فعلاً. أيمكن أن نختار قصة أخرى؟ النمر الأزرق والعنكبوت الأخضر والبطريق البرتقالي. أوه، وما هذه؟ عالم الإسمنت الرائع. كنت أبحث عن ذلك. هل هذا كتابك يا أبي؟ إنه كتاب استعرته من المكتبة. وما هي المكتبة يا ترى؟ إنه مكان تستعر منه الكتب، عندما تنهي قراءتها تعيدها ثانية. ولكن دادي بيج نسي أن يعيد هذا الكتاب. إنه لدي منذ وقت طويل. لا يهم، يمكنك إعادته غدا. والآن وقت النوم. بعد أن يقرأ والدي هذه القصة. إنها ليست قصة يا بيبا. أرجوك اقرأها يا أبي. حسنا. عالم الإسمنت الرائع. إن الإسمنت مادة للبناء يتكون من رمال، ماء وخليط كيميائي. الجزء الأول، الرمل. بيبا وجورج ومامي بيج استغرقوا في النوم. إنه الصباح، وصلت بيبا وعائلتها للمكتبة. واو، ما كل هذه الكتب؟ شش بيبا، التزم الصمت وأنت في المكتبة. لماذا؟ لأن الناس يأتون إلى هنا للقراءة والهدوء أيضاً. التالي من فضلك. آنسة أرنبة هي أمينة المكتبة. مرحباً مامي بيج، أتعيدين هذه الكتب؟ أجل آنسة أرنبة، لنبدأ. لماذا يصفر الحاسوب؟ يصفر ليتأكد أنكم لم تستعيروه منذ وقت طويل. ربما استعرته لوقت طويل فعلاً. لا تقلق دادي بيج، ليس بهذا السوء. يا للهول، لديك الكتاب منذ 10 سنوات. ما هذا يا أبي؟ عذراً آنسة أرنبة. لا بأس، الآن يمكنك استعارة آخر. آنسة أرنبة، هل يمكن أن نستعير أنا وجورج كتاباً؟ بالطبع، قسم الأطفال يوجد هنا. أوه، انظر، جنيات، زهور وفساتين جميلة. مرحباً بيبا. أوه، مرحباً بك يا داني. سأستعير كتاباً عن كرة القدم. مرحباً بيبا. مرحباً يا سوزي، لدي كتاب عن الممرضات. اختار جورج كتاباً عن الديناصورات. ديناصور. انظروا ماذا وجدت، معلومات أخرى في عالم الإسمنت. كتاب القرد الأحمر. ليس كتاب القرد الأحمر، إنه ممل جداً. ولكن هذه قصة أخرى، تبدو أكثر مرحاً. بل ليست كذلك. يحكى أن كان هناك قرد أحمر. قد تحمم
ونظف أسنانه وذهب للنوم. لا، صعد على متن صاروخ فضاء وذهب للقمر. تنزه مع الديناصور وسبح في البحر وتسلق أعلى جبل. كان يوماً حافلاً. النهاية. واو، مرة ثانية. نستعيرها ونقرأها بالمنزل يا بيبا. لكن أنا كنت سوف أختار هذا الكتاب أو ذاك الآخر. تستطيعين أخذ 3 كتب للمنزل بيبا. إيه؟ ولكن يجب يا بيبا أن تعيديها في وقتها. حسناً آنسة أرنبة. ويجب أن تتذكر أن تعيد كتابك أيضاً دادي بيك. أنا سوف أحرص على أن أذكره. أجل يا بيبا، أثق أنك ستفعلين. الغسل. يقوم دادي بيك بالغسل هذا الصباح. يا أبي، ما هذا القميص؟ إنه قميص كرة القدم. سيلعب الوالد كرة القدم هذا المساء. أولاً سأذهب للعمل. أراكم لاحقاً. وداعاً. إلى اللقاء. مسكين يا أبي، يجب أن يذهب للعمل. إنه مسكين. هيا لنلعب. أجل، هيا نلعب. تحب بيبا القفز لأعلى وأسفل في بئرة الطين. يحب جورج القفز لأعلى وأسفل في بئرة الطين. تحب مامي بيج القفز لأعلى وأسفل في بئرة الطين. يا للهول. أمي، لقد رششنا بعض الطين على قميص كرة القدم. لا تقلق، سنغسله. غسله لن يأخذ وقتاً ولن يعرف أبداً بشأن الطين. لنجد أشياء أخرى نضعها بالغسالة. إن ثوبي به بعض الطين. مامي بيج وجورج وجدا أشياء أخرى ليغسلاها. أحسنت يا جورج. نضع الملابس هنا ثم نشغلها. تمتلئ الغسالة بالصابون والماء الساخن. اغسل 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 اغسل. تجعل الغسالة الغرفة كلها تهتز. بابا، أين ثوبك؟ أنا أقوم بغسله. ماذا؟ لا. انظري يا أمي، ثوبي الأحمر أصبح نظيفاً الآن. أجل يا بيبا، ولكن انظري ماذا فعل. يا للهول، لقد حول ثوب بيبا الأحمر كل الملابس إلى وردي. الوردي ليس أفضل لون لقميص كرة القدم. لقد عاد دادي بيج من العمل. مرحباً جميعاً. مرحباً يا أبي. دادي بيج، لدينا مشكلة صغيرة و... أخبريني لاحقاً، يجب أن أستعد لكرة القدم. أين قميص كرة القدم؟ هنا. لا تكوني سخيفة يا بيبا، هذا أحد أثواب أمك، إنه وردي. لا يا دادي بيج، إنه قميص كرة القدم. لقد اتسخ بالطين قليلاً. لذا غسلناه. ثم اتسخ كل شيء بعدها. آسفة يا أبي. أنا لا أستطيع ارتداء قميص وردي. ولم لا يا أبي؟ إن الوردي لون جميل. ماذا تظن يا جورج؟ جورج لا يحب الوردي. ها قد أتى أصدقاء دادي بيج، سيد ثور، سيد أرنب، سيد مهر، وسيد حمار وحشي. هل دادي بيج قادم للعب؟ فقط يحتاج لحظة. فريقي لونه أبيض، أحتاج لقميص أبيض. لكن يا أبي، لديك قميص أبيض، فقط قم بخلع سترتك. أرأيت؟ هذا رائع، شكراً لك يا بيبا. مرحباً جميعاً. مرحباً دادي بيج، يعجبني قميصك. جميل جداً. شكراً. هيا لنلعب كرة القدم. أجل. هيا.
تلصقي قميصك بالطين. بالطبع يا بيبا، قمصان كرة القدم تتلطخ بالطين دوماً. دادي بيج يحب لعب كرة القدم. الجميع يحب لعب كرة القدم، خاصة وهي بالطين. شاحنة التخييم. بيبا وجورج متحمسان جداً اليوم، إنهما ذاهبان في عطلة. أوه، أين أبي؟ إنه يحضر مفاجأة سرية. ما هذا؟ إنها شاحنة تخييم، استعرناها من أجل عطلتنا. شاحنة التخييم بها كل شيء. هذا الزر يشغل الحوض. واو! وهذا الزر يشغل التلفاز. ماذا يفعل هذا الزر؟ لست واثقاً، ولكن لا تضغطي عليه قبل أن نعلم. هل الجميع جاهز للعطلة؟ أجل مامي بيك. إذن هيا بنا. سنذهب في عطلة بشاحنة التخييم. هذه الخريطة صعبة قليلاً. أبي، نحن لا نريد أن نتوه. لا تقلقي يا بيبا، أنا خبير في قراءة الخرائط. أوه، هذا غريب. هل تهنا؟ أجل. إنه الكلب الجد مع الكلب داني. مرحبا بيبا. مرحبا يا داني، لقد تهنا. تائهون، هل المتعقب معطل؟ المتعقب؟ أنت تقود شاحنة تخييم 3200، المتعقب أساسي بها. أهلا بكم في سيارة المستقبل. إذن هذا هو ما يفعله الزر. أين سنذهب اليوم؟ إن حاسوب الشاحنة يتكلم. ذكي صحيح، يساعدك الحاسوب لمعرفة طريقك. لكن كيف يعلم أين نريد الذهاب؟ تقولين له. أوه، مرحباً سيدة حاسوب الشاحنة. مرحباً. نحن ذاهبون في عطلة، أيمكن تحديد الطريق؟ أكمل في الطريق مستقيماً. أشكرك على المساعدة. على الرحب، فلتستمتعوا. سنذهب في عطلة بشاحنة التخييم. خطر، خطر، الزيت ينفد. ما هو الزيت؟ الزيت يساعد المحرك ليعمل بسلاسة. وهل سينفد هذا الزيت؟ لا، هذه التحذيرات تعطيك بعض الوقت. لقد نفد الزيت. أوه، يا للهول. من حظي، لدي علبة زيت إضافية. أحسنت يا دادي بيج. ببساطة نقوم بسكب الزيت في فوهة المحرك. أوه، ما الخط؟ لا يوجد شيء هنا، لقد اختفى المحرك. إنها الحمل الأم مع الحمل سوزي. مرحبا يا سوزي. مرحبا يا بيبا. لقد فقدنا محركنا الآن. فقدتم المحرك؟ أجل، لقد اختفى كليا. أود أن أساعد، ولكني لا أعرف شيئا عن المحركات. قد تكون هذه مزحة، لكن هذا يشبه المحرك. أجل، تحديد جيد. محرك شاحنة التخييم في الخلف. انتهيت، إن هذا الزيت كافٍ. شكراً على المساعدة. على الرحب، استمتعوا بوقتكم. هل اقتربنا من الوصول؟ لأعلى التل القادم. لقد وصلتم لوجهتكم. مرحى. وقت النوم. أين سوف ننام؟ أنا ومامي بيج سننام على هذا السرير. وأنتم الاثنان بالأعلى. ولكنه لا يوجد بالأعلى. شاهدوا ذلك. سقف شاحنة التخييم يرتفع لأعلى. شاحنة التخييم تشبه منزلنا الصغير. خلال العطلة ستكون منزلنا الصغير. طابت ليلتكما يا صغيري. طابت ليلتك. العمل واللعب. إنه صباح مشرق وجميل. أجل،
يا له من يوم رائع لعدم فعل شيء. دادي بيج يحب عدم فعل شيء. أبي، ألن تذهب إلى العمل اليوم؟ لا يا بيبا، إنه السبت. دادي بيج لا يعمل أيام السبت. دادي بيج، ستتأخر عن عملك. ولكنه السبت يا مامي بيج، أليس كذلك؟ لا، إنه الخميس. دادي بيج يعمل أيام الخميس. أراكم لاحقاً. إلى اللقاء. مسكين أبي، يجب أن يعمل. محظوظة أمي، يمكنها اللعب طوال اليوم. أنا لا ألعب، أنا فقط أعمل على الحاسوب. جورج يريد أن يلعب لعبة سيدة دجاجة السعيدة. يمكننا لعب لعبة سيدة دجاجة السعيدة بعد انتهائي من العمل. لقد أتت الحمل الأم وسوزي ليصطحب بيبا للعب. مرحبا بيبا. أهلا سوزي. استمتع بيومكما. إلى اللقاء يا أمي، اجتهدي بالعمل. سيدة حمل، هل تعملين أم أنت تلعبين؟ لدي الكثير من العمل اليوم. سأذهب إلى التمرين. وماذا تفعلين بالتمرين؟ أجري، أقفز، وأنط الحبل. لكن أمي، هذا ليس عملاً، بل هذا لعب. بيبا وسوزي وصلتا إلى مجموعة اللعب. مرحباً جميعاً. أهلاً بيبا، أهلاً سوزي. أهو، صغار، سنلعب لعبة المتاجر. من يريد أن يكون البائع؟ أنا. بيبا وسوزي ستكونان بائعتين، أما الباقي فسيكونون مشترين. بيبا وسوزي ستديران محلهما الخيالي. ماذا علينا أن نفعل؟ سأتولى أنا المال يا سوزي، وأنت رتبي الأرفف. حسناً. الكلب داني هو أول مشتر. مرحباً أيتها البائعة. مرحباً يا داني. أريد بعض البسكويت من فضلك. سوزي، هل لدينا أي بسكويت؟ لا، ولكن لدينا هاتف لعبة. وكم سيكلف هذا؟ يا داني، سيكون ذلك بمئة جنيه. شكراً لك. التالي لو سمحت. ناي. مرحباً بك يا بائعة، أيمكنني الحصول على رغيف خبز؟ لا، لكن يمكنك الحصول على منزل لعبة. أضعه في حقيبة يا سيدي؟ أجل من فضلك. سيكلفك ذلك قرشاً من فضلك. أوه، ليس معي ما يكفي من المال. يمكنك الدفع المرة القادمة. أوه، يا له من عمل صعب. أجل. مرحباً يا بائعة، ماذا يمكنني أن أشتري مقابل 1,000,000,000 جنيه؟ أخبريني، ماذا لدينا مقابل 1,000,000,000 جنيه يا سوزي؟ لدينا جزرة. نعم، من فضلك. الأرنبة ريبيكا تحب الجزر. إنه وقت العودة. أتى دادي بيج ليصطحب بيبا وسوزي. أكان يومك حافلاً بالفعل يا أبي؟ أجل، لقد عملت جاهداً اليوم. لقد عملنا جاهدتين اليوم أيضاً. لقد كنا بائعتين. وبعد الانتهاء من الكتابة، النهاية. ثم اطبع. انتهت مامي بيج من العمل. حسناً يا جورج، يمكننا أن نلعب لعبة سيدة دجاجة السعيدة، نستحقها. أوه يا أمي، تلعبين لعبة السيدة دجاجة السعيدة. لأني وجورج قد أنهينا العمل بنجاح، أليس كذلك؟ انتهينا جميعاً من العمل، لذا هيا نلعب. قوس قزح. بيبا وعائلتها ذاهبون لنزهة في الجبل. هل أوشكنا على الوصول يا أمي؟ ليس بعد يا بيبا. هيا نلعب لعبة يحدد كل منا لون سيارته المفضل. أجل. لوني المفضل هو الأخضر. ولوني البرتقالي. ولوني هو الأحمر. جورج، وما هو لونك المفضل؟ أزرق. لون جورج المفضل هو الأزرق. لنرى أي لون سيارة سيمر أولاً. حسناً.
ها هي القطة كاندي في سيارتها الخضراء. الأخضر، إنه لون مفضل. لقد فزت. مرحبا يا كاندي. ميو. مرحبا بيبا. ها هو الكلب داني في شاحنة إصلاح الكلب الجد. برتقالي، أفوز. مرحبا يا داني. أهلا بيبا. ها هي سيارة أخرى. إنها سوزي. مرحبا. مرحبا يا بيبا. أزق. أجل يا جورج، إنها سيارة زرقاء. أنت فزت. هذه لعبة سخيفة. لا توجد سيارة حمراء في أي مكان. هناك سيارة حمراء يا بيبا. أين؟ ما هو لون سيارتنا؟ إنها حمراء. أنا فزت، أنا فزت. لقد وصلت العائلة إلى الجبل. سوف نحظى بمنظر رائع على القمة. لقد وصلنا. مرحبا. انظروا إلى المنظر المشمس الرائع. يا للهول، بدأت السماء تمطر. أين هو المنظر الجميل؟ ها هو المنظر الجميل. إنها آنسة أرنبة وعربة المثلجات. مرحبا آنسة أرنبة. مرحبا دادي بيك. أربعة مثلجات رجاء. ما المذاق الذي تحبه؟ نعناع، برتقال، فراولة، وتوت من فضلك. حسنا. انظروا ماذا لدي. مثلجات. أوه. إنها ألواننا المفضلة. صحيح. الأخضر لي. البرتقالي لي. الفراولة الحمراء لي. ولون جورج أزرق. يام يام يام. انظروا، لقد سطعت الشمس. وانظروا أيضاً ماذا حدث. قوس قزح. بابا وجورج يحبان قوس قزح. يظهر قوس قزح بوجود الشمس والمطر في نفس الوقت. أوه. إنه بألواننا المفضلة كلها. أجل، أحمر وبرتقالي وأخضر وأزرق. وتعلمان ماذا ستجدان بنهاية قوس قزح؟ كلا. تجدان كنزاً. أوه، أيمكننا الذهاب وإيجاد الكنز الآن؟ حسناً، تبدو نهاية قوس قزح كأنه على التل التالي. هيا لنذهب. يوم مشمس ممطر، قوس قزح هنا لنلعب. قوس قزح، أحمر برتقالي أصفر أخضر أرجواني وأزرق. قوس قزح، يوم مشمس وممطر. ها نحن. أوه، أين ذهب قوس قزحنا؟ تحرك للتل التالي. قوس قزح مشاغب. هيا لنمسك به. قوس قزح، يوم مشمس وممطر. لقد توقف المطر واختفى قوس قزح. لا تقلق يا جورج، ربما ترك لنا قوس قزح الكنز وراءه. يوجد شيء هناك. أوجدت كنز قوس قزح؟ أجل، لقد فعلت. بركة طين كبيرة. أفضل كنز قوس قزح على الإطلاق. الأرنب ريتشارد يأتي للعب. بابا وجورج يلعبان في غرفتهما. هذا أفضل منزل على الإطلاق. جورج، الأرنب ريتشارد هنا. جورج. ريتشارد. ديناصور. إلى اللقاء ريتشارد، سوف آتي لاصطحاب بك لاحقا. جورج وريتشارد صديقان. جورج، ريتشارد، لقد أسقطتما منزلي. أرجوكما العبا بشكل هادئ. لقد حول جورج سلة اللعب إلى بركان. يستخدم ريتشارد الأشجار اللعبة ليكون غابة. استخدم جورج مكعبات البناء لصنع نهر. ديناصور.
لقد حولت جورج وريتشارد الغرفة إلى أرض الديناصورات. أنا سأرحل، هذا مزعج جداً. أنا أقول بطاطس. وأنا أقول بطاطا. بطاطس. بطاطا. من الجيد في الأيام الممطرة أننا نشاهد البرامج الهامة في التلفاز. بطاطس. بطاطا. بطاطس. بطاطا. أمي، جورج وريتشارد حول الغرفة إلى أرض الديناصورات، وأرض الديناصورات مزعجة جداً. جورج لديه صديقه المفضل، أما أنا فلا يوجد من ألعب معه. يمكنك أن تطلبي من سوزي أن تأتي إلى هنا. الحمل سوزي صديقة بيبا المفضلة. أيمكن لسوزي أن تأتي الآن حقاً؟ لنتصل بها. مرحباً، الحمل سوزي تتحدث. سوزي، هذه أنا، أيمكنك أن تأتي لمنزلي؟ أجل يا بيبا، أيمكنني ارتداء زي الممرضة؟ أجل، لكن أسرعي جدا. إلى اللقاء يا سوزي، سأعود لي. أسرعي يا سوزي. أصطحبكِ لاحقاً. جورج، ريتشارد، الممرضة سوزي هنا. والممرضة سوزي تقول هذه ليست أرض الديناصورات، إن هذا مشفى، والمشفى يجب أن يكون نظيفاً ومنظماً. لن تكون الغرفة أرض الديناصورات بعد الآن، هذا مشفى. وسأكون أنا الطبيبة المهمة. وهذا الديناصور مريض. أوافقك يا طبيبة، إنه أخضر مريض جداً، يجب أن يذهب للنوم. وهذا الديناصور لونه بنفسجي مريض حقاً. أجل يا طبيبة، يجب أن يذهب للنوم أيضاً. ديناصور! اصمت! التزم الهدوء في المشفى. تشو تشو! الغرفة ليست مشفىً بعد الآن، أصبحت محطة قطار. لا لا، لا يوجد أي قطارات في أرض الخيال. أوه، والآن الغرفة أرض الخيال. الأشياء الجميلة فقط في أرض الخيال. لماذا كل هذا البكاء؟ جورج وريتشارد يريدان لعب الديناصورات والقطارات، ونحن نريد أن نلعب المشفى والجنيات. أرى أن المطر قد توقف بالخارج. إذن يمكنكم اللعب بالخارج. ولكنهم يحبون لعب الأولاد الصغار، ونحن نحب لعب البنات الكبار. ولكن بعد أن تمطر، ماذا تجدون عادة في الحديقة؟ برك طين. وتوجد برك الطين من أجل القفز لأعلى وأسفل. الجميع يحب الخبز لأعلى وأسفل في برك الطين، سواء كانوا بنات كباراً أو أولاد صغاراً. سباق المرح. لقد كان الطقس عاصفاً جداً، وسقف المدرسة يسرب. كيف يمكننا جمع المال لإصلاح سقف المدرسة؟ ماذا عن سباق للمرح؟ ما معنى سباق المرح؟ إنه يوم للتنزه ودفع المال لمشاهدة الناس تجري، وكلما دفعت أكثر كلما جروا أكثر. إنها فكرة رائعة. إلى أي مدى يمكنك الجري؟ ماذا؟ يمكنني الجري مثلما تحبين. ولكن يا أبي، بالكاد يمكنك الجري. هراء، أنا خبير في الجري. جيد، أيجري أحد آخر؟ لا شكراً، ولكن سأدفع لمشاهدة دادي بيك. وأنا أيضاً. وأنا أيضاً. ممتاز، شكراً دادي بيج. تتناول بيبا وأسرتها السباجيتي. لذيذ، أيوجد المزيد؟ دادي بيج، لقد تناولت 3 أطباق. الأكل يعطيني طاقة، وأنا أحتاج الطاقة للجري. يجب أيضاً أن تتدرب على الجري. ماذا لو تدربت على الأكل اليوم وعلى الجري في اليوم التالي؟ لا يا أبي، يجب عليك أن تتدرب الآن. هيا يا أبي، سأسابقك. هذا سهل. الجري لأسفل التل سهل، الجري لأعلى التل صعب.
أعتقد أنه لم يكن علي أن أكثر من الإسباجيتي. إنه يوم سباق المرح. لدى سيدة غازيل لوحة لتبين إلى أين يجب أن يجري دادي بيج. إذا جرى دادي بيج إلى هنا محل البقالة، ثم إلى هنا مرآب جدي، ثم هذا الطريق إلى هنا قصر ويندي، سيكون لدينا المال الكافي لإصلاح سقف المدرسة. سأفعل ذلك الآن. استعد، هيا انطلق. فعلتها، فلنبدأ النزهة. مضحك يا أبي، كانت هذه مجرد رسمة. أجل، يجب أن تجري حتى قصر ويندي. استعد، هيا انطلق. هيا دادي بيج، يمكنك فعلها. يمكنك فعلها. لقد وصلت حافلة المدرسة إلى قصر ويندي، والآن ليستمتع الجميع بالنزهة. ماء، ماء. يا له من يوم مشمس وجميل، ويا لها من طريقة مريحة لجمع المال. ماء، ماء. لقد وصل دادي بيج إلى محل البقالة. كل هذا الجري جعله عطشا. هيا لننظر عبر المنظار. أستطيع أن أرى أبي. المنظار يجعل كل شيء يبدو أقرب. أوه، إنه لا يجري سريعاً. وصل دادي بيج إلى مرآب الكلب الجد. كفى، لا أستطيع. لقد توقف أبي. تبدو ساخنة، تحتاج لشيء يبردك ويعطيك طاقة. مصاصة ثلج. أشكرك كثيراً، هذا لطيف. دبور، ابتعد أيها الحشرة الصغيرة. يريد الدبور مشاركة مصاصة الثلج. لا، هذه خاصتي. بدأ الوالد يجري ثانية بسرعة كبيرة. مرحبا. ابتعد، توقف الآن يا دادي بيج، لدينا المال الكافي لإصلاح سقف المدرسة. أبعد دادي بيج الدبور. أحسنت يا دادي بيج، هذا الجري الزائد يعني المال الكافي لحافلة جديدة. شكرا دادي بيج. على الرحب والسعة. عطلة التخييم. عائلة بيبا في عطلة في شاحنة التخييم. صباح الخير يا صغاري. صباح الخير يا دادي بيج. أنا أحب التخييم. بما أننا في الريف، يمكننا أن نقضي اليوم في تأمل الطبيعة. فكرة جيدة يا مامي بيج، فلنشاهد برنامجاً عن الطبيعة. أحد عجائب الطبيعة، العصافير. يا للجمال. يا عصفور، لا يمكننا أن نسمع التلفاز. أوه دادي بيج، وما الفائدة من عطلة التخييم إذا كنا سنشاهد التلفاز؟ نفعل ذلك بالمنزل. تفكير سليم. يوجد الكثير من الأماكن لنزورها. يوجد عالم الشجر. ما هو عالم الشجر؟ عالم الشجر هي غابة كبيرة مليئة بالشجر. إن هذا يبدو مملاً. وتوجد مدينة البطاطس. ما هي مدينة البطاطس؟ إنها جولة في حقول البطاطس تنتهي بتذوق بعض البطاطس. يبدو شيقاً. وهناك أرض البط. وما هي أرض البط؟ إنه نهر عريض مليء بالبط. أرض البط، فلنذهب إلى أرض البط. بيبا وجورج يحبان البط. كيف نذهب إلى أرض البط؟ شاحنة التخييم ترشدنا. مرحباً، أين سنذهب اليوم؟ أرض البط من فضلك. اتبعوا الطريق إلى الأمام في خط مستقيم. ذاهبون لأرض البط بشاحنة التخييم. أهلاً في أرض البط. كم تذكرة من فضلك؟ أود أربعة من فضلك. استمتعوا بالبط. أين هو
البط؟ ربما تكون في عطلة. لنتناول غداءنا في الخلاء. البط دائما يظهر وقت تناول الغداء. بيبا وجوج يحبان النزهة. البط ها هو هناك. توقف يا أبي، نحتاج بعض الخبز للبط. حسناً. أهلاً سيدة بطة. أتى الكثير من البط. كل إخوانها وأخواتها قد أتت. وقد أتى الكثير من البط. إنهما جدة وجد البط. وها هم جميع العمات والأعمام. وكان هذا آخر غدائنا. قولوا شكراً لدادي بيج أيها البط. على الرحب والسعة. أنا أحب أرض البط. وقت العودة إلى المنزل. أتساءل أي طريق أقصر إلى البيت؟ قد مستقيماً للأمام في النهر. أوه، هل هذا صحيح؟ أجل، قد إلى النهر. لا يمكننا القيادة في النهر. أجل، ما تقوله هراء. من فضلك، اضغط الزر الأزرق. شاحنة التخييم تسير باتجاه النهر. لقد تحولت شاحنة التخييم إلى مركب. لم أكن أتوقع ذلك. أهلاً بكم في سيارة المستقبل. انظروا، إنه الكلب الجد والكلب داني أيضاً. مرحباً يا دادي بيج. مرحباً بك. نبحر في النهر بشاحنة التخييم. قد لأعلى التل التالي. لقد وصلت إلى وجهتك. نحن بالمنزل. شكراً على هذه العطلة يا سيدة شاحنة. هاها، على الرحب. من الرائع لنا أخذ عطلة، ولكن الأروع العودة إلى منزلنا الصغير. ليلة سعيدة يا صغيري. ليلة سعيدة. السماد. دادي بيك يعد حساء الخضروات للغداء. أبي، أساعدك؟ شكراً يا بيبا، أيمكنك تقشير الخضروات؟ حسناً. بيبا توقفي، قشور الخضروات لا تلقى في القمامة العادية بل توضع في السلة البنية. أوه. أوز. صحيح يا جورج، هذه قشرة موز، وهناك بصل وجزر وجميع بقايا الفواكه والخضروات هنا. جدكما سيحبان ذلك. هل يأكل الجد والجدة قشر البطاطس يا أبي؟ لا يا بيبا، إنه لحديقة جدكما لكي ينمو نباته. أوه. سنأخذ جولة هناك بعد الغداء. جيد جداً. مامي بيك، بيبا وجورج يأخذون القشور لمنزل جراني بيك وجرانبا بيك. نحن هنا. مرحبا. جرانبا بيك. بابا إيج، لدينا هدية مميزة لك. قشور الخضروات. هذا مذهل، سوف تحب حديقتي ذلك. أتأكل حديقتك الخضروات؟ لا يا بيبا، هذه القشور من أجل كومة سمادي. ما هذا؟ هيا نرى، ها هو ذا. إنه صندوق خشبي. أجل يا بيبا، ولكنه صندوق خشبي ذكي جدا. أقوم بوضع هذه القشور في الأعلى، ومن الأسفل يأتي سماد جميل غني خصب جدا. كيف تفعل ذلك؟ أهو صندوق سحري؟ لا يا بيبا، لدي بعض الأصدقاء الصغار الذين يساعدونني. أين؟ هيا انظري، هنا. أجل، ديدان ملتوية. ملتوية. تحول الديدان جميع الخضروات والفاكهة إلى سماد. جرانبا بيج، أيمكن أن نجد المزيد من الديدان لكومة سمادك؟ يا لها من فكرة رائعة. هيا يا جورج، لنجد المزيد من الديدان.
ملتوية. ملتوية ملتوية، أنت دودة ملتوية، أنت دودة ملتوية، كيف حالك؟ أنا أحبك دودة ملتوية. أحسنت صنعاً. كوني دودة ملتوية مطيعة وحوليه كله إلى سماد. هيا. وبعد ذلك يمكن استخدام السماد في... أعرف أعرف. تضع بذرة في التربة ثم تغطيها بالسماد ثم تنمو إلى شجرة. أجل يا بيبا. وبالحديث عن الأشجار، يستحسن أن نساعد جراني بيج، إنها تجمع الفاكهة في البستان. وما هو البستان؟ حيث توجد أشجار الفاكهة. نمتلك هذا البستان منذ صغري. مرحبا جراني بيج. جانجي إيج، هل ستساعدني في جمع التفاح؟ أجل يا جدتي. التفاح عال جدا يا أمي. لا تقلقي يا بيبا، لدى الجد والجدة حيلة صغيرة لجمعه. فليمسك الجميع بالشجرة. عند العدد ثلاثة، خذوا الشجرة قدر ما تستطيعون. واحد، اثنان، ثلاثة. إنها تمطر تفاحاً. جدتي، أيمكنني أخذ تفاحة رجاءً؟ بالطبع يا بيبا. طعمه لذيذ. أيمكن أن تخمنوا ماذا نفعل ببذور التفاح؟ ملتوية ملتوية. هذا صحيح، بذر التفاح يذهب للدود من أجل السماد. ذكي يا جورج. ودود ملتوي ذكي أيضا. سعال بيدرو. إنه يوم مدرسي، لدى بيبا وأصدقائها درس موسيقى. بولي ترتدي عقد الفولي. آسف يا سيدة غزال. يا للهول، بيدرو لديه سعال. لا تقلق، سأتصل بدكتور براون الدب. دكتور براون الدب يتحدث. مرحبا، أنا السيدة غزال. يوجد طفل مريض. لا تقلقي، سوف آتي على الفور. ماذا يمكن أن تكون المشكلة؟ أنا لدي سعال. أرى ذلك. أهو سعال من الصدر أم يدغدغك؟ أنا لا أعلم، ولكنه يكون هكذا. ومتى بدأ السعال؟ عندما بدأت السيدة غزال في الغناء. لا شيء خطير، لكن سعال بيدرو قد يكون معدياً. وماذا تعني بمعدي؟ عندما يصاب شخص بالسعال، أحياناً يصاب آخرون بالسعال أيضاً. هل أحتاج لدواء؟ ملعقة دواء فقط، أخشى أن يكون طعمه ليس جيداً. طعمه مثل حذاء قديم مليء بالمربى. شكراً دكتور براون الدب. إلى اللقاء. وداعاً. كما ظننت، سعال بيدرو معد حقاً. الكلب داني والحمل سوزي التقط العدوى. افتح فمك. إن طعمه مثل سجاد بطعم الزبادي. إن طعمه مثل الزهور. أحسنت بأخذك الدواء جيداً. ألا تمرض أبداً يا دكتور براون الدب؟ لا يا بيبا، أنا لا أمرض، آكل تفاحة كل يوم. إلى اللقاء. وداعاً. إنه وقت العودة، أتى أهل الأطفال ليصطحبوهم. أمي، أبي، لدي سعال. دكتور براون الدب أتى واهتم بنا. لقد أعطانا دواء مريعاً. سيدة غزال، هل غنيت أغنيتك؟ بالطبع يا بيبا. بولي ترتدي عقد الفولي وكانت. يا للهول، التقط كل الكبار السعال من بيدرو. دكتور براون الدب يتحدث. أنا بيبا بيج، كل الكبار مرضى الآن. لا تقلقي يا بيبا،
أنا في الطريق. مرحبا جميعا، التقطتم عدوى بيدرو صحيح؟ حسنا، قفوا في صف وافتحوا أفواهكم. إن طعمه مثل الجوارب القديمة. أشكرك جدا لاعتنائك بنا يا دكتور براون الدب. من الذي يقوم برعايتك عند مرضك؟ لا أحد يرعاني، أنا لا أمرض. يا للهول، دكتور براون الدب أصيب بالسعال. لا تقلقوا. وداعا. وداعا. مسكين دكتور براون الدب، إنه مريض ولا يوجد أحد يعتني به. من يمكن أن يكون؟ مرحبا، لقد جئنا لنهتم بك. إليك فاكهة. وبعض الوسائد. وها هو دواءك. طعمه يشبه جوارب وخردل بمربى زبادي السجاد. وها هي أغنية لتشعرك بالتحسن. المكتبة. إنه وقت النوم. طابت ليلتكما يا بيبا وجورج. أريد قصة من فضلك. حسناً، سأقرأ لك كتاب القرد الأحمر. ولكننا دوماً نقرأها يا أمي. القرد الأحمر يستحم، ينظف أسنانه ويذهب للنوم. نعم، هذا ما يحدث فعلاً. أيمكن أن نختار قصة أخرى؟ النمر الأزرق والعنكبوت الأخضر والبطريق البرتقالي. وما هذه؟ عالم الإسمنت الرائع. كنت أبحث عن ذلك. هل هذا كتابك يا أبي؟ إنه كتاب استعرته من المكتبة. وما هي المكتبة يا ترى؟ إنه مكان تستعر منه الكتب، عندما تنهي قراءتها تعيدها ثانية. ولكن دادي بيج نسي أن يعيد هذا الكتاب. إنه لدي منذ وقت طويل. لا يهم، يمكنك إعادته غدا. والآن وقت النوم. بعد أن يقرأ والدي هذه القصة. إنها ليست قصة يا بيبا. أرجوك اقرأها يا أبي. حسنا. عالم الإسمنت الرائع. إن الإسمنت مادة للبناء يتكون من رمال، ماء وخليط كيميائي. الجزء الأول، الرمل. بيبا وجورج ومامي بيج استغرقوا في النوم. إنه الصباح، وصلت بيبا وعائلتها للمكتبة. واو، ما كل هذه الكتب؟ بيبا التزم الصمت وأنت في المكتبة. لماذا؟ لأن الناس يأتون إلى هنا للقراءة والهدوء أيضاً. التالي من فضلك. آنسة أرنبة هي أمينة المكتبة. مرحباً مامي بيج، أتعيدين هذه الكتب؟ أجل آنسة أرنبة، لنبدأ. لماذا يصفر الحاسوب؟ يصفر ليتأكد أنكم لم تستعيروه منذ وقت طويل. ربما استعرته لوقت طويل فعلاً. لا تقلق دادي بيج، ليس بهذا السوء. يا للهول، لديك الكتاب منذ 10 سنوات. ما هذا يا أبي؟ عذراً آنسة أرنبة. لا بأس، الآن يمكنك استعارة آخر. آنسة أرنبة، هل يمكن أن نستعير أنا وجورج كتاباً؟ بالطبع، قسم الأطفال يوجد هنا. انظر، جنيات، زهور وفساتين جميلة. مرحبا بيبا. مرحبا بك يا داني. سأستعير كتابا عن كرة القدم. مرحبا بيبا. مرحبا يا سوزي، لدي كتاب عن الممرضات. اختار جورج كتابا عن الديناصورات. ديناصور. انظروا ماذا وجدت، معلومات أخرى في عالم الإسمنت. كتاب القرد الأحمر. ليس كتاب القرد الأحمر، إنه ممل جداً. ولكن هذه قصة أخرى، تبدو أكثر مرحاً. بل ليست كذلك. يحكى أن
كان هناك قرد أحمر. قد تحمم ونظف أسنانه وذهب للنوم. لا، صعد على متن صاروخ فضاء وذهب للقمر. تنزه مع الديناصور وسبح في البحر وتسلق أعلى جبل. كان يوماً حافلاً. النهاية. واو، مرة ثانية. نستعيرها ونقرأها بالمنزل يا بيبا. لكن أنا كنت سوف أختار هذا الكتاب أو ذاك الآخر. تستطيعين أخذ 3 كتب للمنزل بيبا. إيه؟ ولكن يجب يا بيبا أن تعيديها في وقتها. حسناً آنسة أرنبة. ويجب أن تتذكر أن تعيد كتابك أيضاً دادي بيك. أنا سوف أحرص على أن أذكره. أجل يا بيبا، أثق أنك ستفعلين.